السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البرنامج اللي بنتكلم فيه. أنت بتضحك على أنا لا لحقت بضحك. أنا لحقت اللي بنخلي الأفلام تتخانق مع بعض، ومع خناقة الأفلام مع بعض إحنا كمان بنتخانق مع بعض، وفي شوية علاقات بتفضل موجودة وفي شوية علاقات بتنتهي بوسط هذه الحلقة. ومحمود لا اتحط عليا جدا ما كل مره، ما تخلينيش احرق الاستراتيجيه بتاعتي في حلقه. حلقه النهارده الافلام المتنافسه فيها هي اخر افضل افلام مصريه في اخر من سنه 2000 لغايه دلوقتي، كنت هقول من اخر 20 سنه بس لا، هي من سنه 2000 لغايه دلوقتي، مع استبعادات قليله لافلام ممكن كانت تستحق تتواجد، ولكن حصل ان يا اما انا يا اما محمود يا اما كمال ما شافهاش. اول حاجه كمال، انت منورني جدا جدا جدا، لان دي اول مره نعمل حلبقه مع بعض. انا مش عايز اقول لك يعني بجد ده شرف ليا يعني يا باشا حبيبي، ده والله ده انا المتشرف جدا. اكتر حاجات اللي انا مبسوط، وهي حاجه اتاخرت اكتر من اللازم جدا، وبدايه لحاجات كتير ان شاء الله بعد ما نقضي على هذا الرجل. هتموت النهارده؟ لا 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 تمام، ده اللي هيحصل فيك النهارده. انا جاي وجاهز، انا جاي وجاهز والله. عم محمود الجامد منورني كالعاده حبيبي يا ريس، واحد من الووريرز بتوع الحلقه الاولانيه. لغايه دلوقتي بقى في مشكله ان انا عمال اقول البرنامج ايه اللي واللي ما اعرفش مين، لان البرنامج دوت ملوش اسم وهو هيبقى برنامج وهيستمر ان شاء الله، فعيب يبقى من غير اسم. هنسميه ايه بقى؟ دور 16. اما انا فكرت في دور 16، تعجبك الاسم؟ دور 16 لو دور 16 لو عشان احنا دايما بنبتدي من البراكت بتاع نسميه نسميه خناقه. الخناقه ما هي 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 هو دور 16 عشان في في سبورت بتحصل، لو اللي احنا بنعمله ده ده نوع من من الرياضه اللي صحيح. بتحصل الرياضه الكلاميه صحيح. في الافلام، فدور 16 فريم لا تقليدي جدا. طب عموما الناس في الكومنتس قولوا لنا رايكم في الاسماء، لو عجبكم دور 16 او مش عجبكم قولوا، ولو عندكم افكار لاراء افضل قولوها، والناس اللي تقرا راي يعجبها دوسوا له لايك بعد اذنكم، بعد ما تدوسوا لايك على الحلقه نفسها، بعد ما تشتركوا في القنوات، في فيلم جامد عند محمود عند كمال مهم جدا، اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن، محتاجين الدعم ومحتاجين كل حاجه منكم. ويلا بينا نبتدي كالعاده زي الحلقه الاولانيه بالقرعه عشان نعرف مين في الافلام هيلاعب مين، ونبتدي بضيفنا اللي معانا اول مره. روح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ورقه واحده ماشي. يا رب يعرف يقرا. خد خد الفيل الازرق. اوكي الفيل الازرق ماشي، حط فيل الازرق. اوكي مين ضد الفيل الازرق؟ مين هيلاعب الفيل الازرق؟ خليهم قدامي كده عشان ابقى شايف. اوكي الناظر. الناظر هيلاعب الفيل الازرق فيلمين من تصنيفين. لو اي حد يا جماعه بيشوف الحلقه دي ومستغرب معلش، في افلام كتير من تصنيفات ما ينفعش تتقارن ببعض، بس هيتقارنوا مع بعض وهنتخانق عليهم، وفي حد هيكسب وفي حد هيخسر. جو. المباراه الثانيه اسماء ضد، شوف اسماء ضد مين. اسماء دول من الحاجات اللي محمود هيتخانق عليها بعنف. ابراهيم الابيض. يا بعد 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 ماتش قوي على فكره، واحنا بنختار الحاجات ديت في حاجات احنا عارفينها انها داخله تخسر. اه ودول ما ظهروش لغايه دلوقتي. ايوه جو. اشتباك. اشتباك. هيلاعب مين اشتباك؟ اسف على الازعاج. صعب يا جماعه بجد، لغايه دلوقتي الافلام اللي احنا حاطينهم عشان نضحي بيهم ما ظهروش. بسم الله. اه روح انت. لا انت رحت متحمس. انا حبيتش الموضوع. الجزيره. يا نهار اسرع. ضد الجزيره هيلاعب. خش يا بطل. ايوه هات 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 ماتش محسوم. عسل اسود. خلي دول. لا لا هو عشان دول براكت في خلال. هو 4 4 4 لا ما ده لا اخر واحد ده اخر واحد في الاربعه بالظبط. اوكي جو. الفرح. اوكي انا ازاي دخلنا الفرح اساسا؟ كان ايه الحاجه اللي حصلت في اللي خلته وصل ان احنا قلنا حد قال كباريه من بره، فاحنا قلنا يا الفرح يا كباريه، ساعه ونص لازم يخش معانا، والاستقرار كان على الفرح. فرح ضد فيلم ثقافي. اوكي خلاص سهل سهل جدا سهل جدا. لا وتحسوا انها بتعمل جمله. فرح فيلم ثقافي. فرح فيلم ثقافي. اوكي الدخله الجديده معانا كده رضا. اوكي اوكي ضد سلامة يطلع اسف على الازعاج. يا لهوي اسف على الازعاج طلع. لا لا لسه اهو لا طلع طلع صح. اسف على الازعاج هيلعب اشتباك، وانت عارف مين اللي كسب. بحب السيما. ممكن يكون ماتش سهل شويه الا لو حد عنده طرح. لما نوصل لما نوصل يخلينا نتلخبط جميعا. جو.
بسم الله الرحمن الرحيم. عمارة يعقوبيان. اوكي. هافي هيتر. هافي هيتر ضد عمارة يعقوبيان ضد صار الليالي. اوكي اوكي. انسامبل كاست ضد انسامبل كاست. The last two. اخر فيلمين ها. تصدق انا مش فاكر مين هم. يعني مش عارف مين حيطلعوا. تراب الماس النهار ازرق. ايوه ده 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 ده. ايوه. ده انا كان هيحرق. هي فوضى. في مباريات عنيفه معانا يا جماعه. وفي حاجات تبقى محسومه كده من كتر ما الواحد بيحبها. كمان انت راجل رياضي فانت عارف الدنيا هتمشي ازاي صح؟ اه اه اه. الفايز من هنا هيلعب الفايز لغايه لما نطلع الفائز الاخير. انتوا متخيلين ال 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 ال, ال التقل اللي موجود علينا دلوقتي دلوقتي المفروض ان احنا هنقرر ايه احسن فيلم مصري اتعمل من سنه 2000 وهما موجودين قدامنا دلوقتي. وفي حاجات كان نفسي اللي هو ده يبقى مع ده اللي هو في في ماتشات هنا بالتحديد كان نفسي تبقى في انا حاسس بضغط كتر رضا والناظر حاسس بضغط كبير لان صراحه اي حد من دول يستحق اللقب ده او يعني لو مش المرتبه الاولى يبقى المرتبه الثانيه بس في ناس كتير هتزعل هنا. نبتدي الماتشات يلا بينا. نبتدي المباراه الاولى يلا بينا. الفيل الازرق قصاد الناظر معانا 3 فوتس. الماتشات هتخلص يا 2-1 يا 3-0 سهل بسيط. مين يبتدي الخناقه؟ انا اقول الناظر 100% مفيش نقاش. انت تقول الناظر. الناظر على الفيل الازرق. الفيل الازرق حاجه جديده كتابه رائعه فيلم اخراج رائع مفيش اي مشكله رائع جدا بس الناظر كلاسيك كلاسيك. الناظر قدم لك احمد حلمي. الناظر قدم لك محمد سعد وقدم الليمبي جوه الفيلم وعلى ولي الدين كمان في الفيلم احمد حلمي اظن سهله اظن سهله سهله هي مش سهله بس سهله. الفيل الازرق يخسر قصاد الناظر ويتقال عليها سهله. الفيل الازرق نقله نقله ماشي انا موافق والناظر انا الناظر نقله برضو. الفيل الازرق مسؤول عن انتقال الناس للاهتمام بالروايات ان بقى عندنا مره تانية رجعنا ان في حياه ادبيه بتطلع افلام طلع افلام حلوه تقعد تحاول تحجزها في السينما باليوم والثلاثه والاثنين والاربعه والخمسه وما تعرفش تدخلها. اثاره على حق ربنا صحيح بلوك باستر بتاع ايام جديده. طيب ما يخسرش قدام الناظر بسهوله كده يا جماعه. انت تقول ان الفيل الازرق يعدي على الناظر. انا مش عارف ما بالظبط انت بس انت عايز تعمل كيس للفيل الازرق وهي هي مش موجوده يعني. بص لان الناظر يعني كلاسيكي زياده عن اللزوم. الناظر حلو جدا وبدأ حاجات كتيرة. عندي احساس ان الجولة دي هتبقى 3-0 يا راجل. انا اقول الناظر. انا اقول الناظر لان اكيد الموضوع يعني انا بالنسبة لي شايف الموضوع حزين سنة ان الفيل الازرق يطلع بدري كده فاهمني. يطلع بدري في اول جولة دي بقى المشكلة بالنسبة لي. الفيل الازرق ده المفروض يطلع لقدام بس برضو الناظر القرعة قرعة ولو الماتش دوت ما تلعبش دلوقتي كان هيتلعب بعدين. كده كده بس الناظر الكاست القصة برضو ال ال ال, ال, ال الكل الكرو ده طلع من بعديها وعمل الحاجه اللي اتعملت في افلام بعد كده في فيلم موجود هنا كده رضا بس عملها امتى سنه 2000 انه يعمل اكتر من دور في دور واحد. وبالنسبه لي مثلا انا كشخص يعني انا اقوى دور واحد راجل عمل دور ست جواهر. انا بالنسبه لي دي اسطوريه يعني. حسن حسني احنا نسينا حسن حسني مثلا. انا شفت سيجمنت فيديو كده كان على تويتر لخضات حسن حسني في الناظر بس يعني بعيدا عن اللي عمله في الفيلم كله الكام لقطه اللي اتخض فيهم منهم اللقطه بتاعت المطوه والله لغز وتغز مين يا حيوان. مفيش مخرج يعرف يطلعها ما تقدرش تنكر الفنان الكبير الله يرحمه سامي سرحان. يس دي كانت بدايه اللي هو الشيف. شوف يا صلاح انا موافق. ايوه هو جمله بتتفعل وبقت انا موافق بالظبط بتستخدم ميمز لغايه دلوقتي. فانا بصوا انا حاسس ان احنا متاثرين شويه بالنوستالجيا بالظبط بالكلاسيك ارث بتاع الموضوع ان هو حاجه قديمه ويمكن عندنا شويه حزن على ان علاء ولي الدين كان حد احنا كنا بنحبه كلنا وما كملش معانا فتره طويله. طب سؤال مهم هل لو واحد من الجيل الجديد شاف الاثنين هيبقى بالنسبه له اني اللي هيعيش معايا؟ انا ارى ان ممكن يكون في تعلق زياده للفيل الازرق او يعني انا بالنسبه لي يعني مثلا لو واحد النوستالجيا بتاعته بالنسبه له الفيل الازرق هيبقى وشاف الناظر جديد ده واحد النوستالجيا بتاعته الفيل الازرق. تخيل اصل الفيل الازرق يعني يحاكي اكتر الافلام بتاعه هوليوود اصلا لو هنتكلم من الناحيه دي يحاكي اكتر نوعيه الافلام اللي بتعمل في هوليوود بس بالنسبه للناظر ده شيء مصري جدا فيلم مصري من كل النواحي في السياق اللي احنا بنتكلم فيه نظري يعني انا حاسس ان احنا بالمناقشه دي ادينا الفيل الازرق
الحقيقه ما ادناش حق ولا حق يعني. احنا كل ما نيجي نتكلم عنه نلاقي نفسنا بنتكلم عن النظر. فالموضوع شبه محسوم ومفاجئ في نفس الوقت. النظر ب 3-0. جود جيم جود جيم جود جيم. المباراه التاليه اسماء وابراهيم الابيض. خلوني انا ابتدي الخناقه دي. أوكي. اسماء ما بين كل افلام عمرو سلامه هو اكتر فيلم انا دايما بستخدم اللفظ دوت عشان اقوله اصلي. هو فيلم اوثنتيك قوي. فيلم عمرو سلامه عمل حاجات كتير متاثره بمخرجين كتير وباعمال كتير وبفلسفات كتير. أوكي. ده الوحيد اللي انا وانا بتفرج عليه ما حسيتش بتاثر بحد لا في اللغه الاخراجيه ولا في حاجات زي كده. كان في درجه كبيره جدا من الجرأة في التعامل مع الموضوع اللي احنا جواه وفي سببه لانه كان ممكن يلجا لحاجات اسهل بكتير عن اللي اختار على اللي هو اختاره. معاناه الشخصيه المجتمع اللي حواليها. اسماء حقيقي فيلم بيتميز عندي بالاوثنتسيتي. الازمه انه بيلاعب فيلم بيتميز جدا بالاوثنتسيتي برضو. يعني من كتر الافلام ديت من اكثر الافلام اصاله في الفتره الاخيره ابراهيم الابيض. البيئه اللي تواجد فيها انا لغايه دلوقتي فاكر لما الناس كانت بتسال مروان حامد هو الفيلم ده عن ايه كان بيقول لك عن واحد ساقط قيد ده انه مش عارف يوصفه ازاي مش عارف يخش له منين ايه فكره الواحد ده. احنا تخيلنا ان هو فيلم بقى ايه رحله انسان وكلام زي ده. احنا تعرضنا لوجبه اكشن وعنف من اعجب ما يمكن. بروفايلات لشخصيات تتصور انها جايه من متحف كانت موجوده على حائط حاجه عبد الملك زرزور دول فيديو كوريون يا مصر عشري دول حاجات كده محتاجه تتعمل لوحات حائطيه وتفضل مخلده بشكل او باخر. صراع حزن خناقه موسيقى وكل حاجه فكرة الملحمة اللي جاية من المستنقع. يعني هي ملحمة من قاع المستنقع. انت فاهم ان الفيلم ده اتشال منه كتير ازاي من الناحية محمود عبد العزيز كان ليه مشاهد اكتر. باسم سمرة لسه طالع في انترفيو بيقول ان هو كان ليه دور شخصيته كان ليها بقية. احمد رزق كان ليه دور. في ناس ما دخلتش في الفيلم اساسا فده اللي طلع لنا. طب بالك ان ده انا مش عارف عارف ده لو يعمل حاجه يبقى ايه. اصل فكره ان الماده المسجله اطول بكتير من اللي اتعرض ده معتاد. فكره انك في الاخر لما تيجي تتفرج على اللي طلع وتلاقيه متمسك بالقدر ده مش عادي. عاده الافلام اللي بيشيلوا منها كتير قوي كده بتفك في بعض الاحيان بالزبط. زي كده والجنه مؤخرا كده كده نصه التاني واضح قوي ان اللي اتشال فككه شويتين كتير. ف انا رايح ابراهيم الابيض. انا بعد ما اديت اسماء حقه انا عاوز ادي الفوت. ما انا برضه حسيت ده ان انت بعد ما اتكلمت الجوله دي برضه هتبقى 3-0. ليه لابراهيم الابيض؟ انت شكلك انا بحب اسماء. انا بالنسبه لي فيلم اسماء فيلم متعلق بيه جدا. فيلم دخلني رجعني السينما المصريه تاني. رجعني اشوف اللي هو لا في حاجه بتتقال في حاجه مهمه عامل لسه فيديو قريب اساسا بالظبط. انت اسماء موجوده عندك في حته موجوده في حته بس صعب جدا. ان ابراهيم الابيض انا اي ادور الفيلم ده بعشقه لان بدا الكريز اللي طلعت بعد كده في السينما التجاريه المصريه الكريز بتاعه البلطجي بين قوسين ماشي اتولدت من الناحيه دي لما الناس قالت ان ممكن في 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 قصه تطلع من الناحيه دي وفي ديموغرافيك معينه من الناس هيتفرجوا عليه. بس ابراهيم الابيض ما عملش ده. ابراهيم الابيض كان بيقدم انا اراها كاركتر ستادي محترمه جدا تمام بالانترودكشن بتاع الفيلن التقديمه بتاعه الفيلن بعد ما قتل العالم كله قتل العالم كله هو عمال بيجري في الاخر كل العالم يقف كل العالم يقف ويتقدم لنا عبد الملك زرزور الفيلن ده والديالوج اللي في اول فيلم خلاص الحوار عموما. انا بقول لك انا بحب اسماء مش فاكر منه حاجه يعني مش فاكر تفاصيل المشاهد مش فاكر اسماء شخصيات وده من قياس مهم انت بترجع له كتير. مش فاكر مشاهد فضلت ثابته معايا لفتره طويله. فاكر ان انا شفته وانه عجبني واني قدرت اصلته ولكن تعالى بقى نقارن بابراهيم الابيض جمل شخصيات اسماء شخصيات. انا وانا قاعد بتكلم هنا قلت اسمائهم كلهم وانا مش دريان بالظبط. كفيلم كفيلم لو هنتكلم مش اللي هو معمول للماسس خلينا نقول او لا في حاجات كتيره ليها معاني كتير في اسماء في اخر فيلم خلاص تكون مستريح ان هي تشيل الجوانتي وتسلم على الناس عشان يعرفوا ان هي ما فيهاش حاجه ان هي بس مريض عادي جدا. بص اسماء من وجهه نظري واحد من اقوى الافلام طبعا اللي اتعملت في الفتره الاخيره والتمثيل ما بين هند صبري وماجد الكدواني في الفيلم ده يعني ماجد الكدواني وشخصيه الاعلام اللي بيحاول الناس ان ماجد الكدواني في الفيلم ان هو بيحاول ماجد هو الشخص اللي عايز ياخد القصه هو الشخص اللي عايز يطلعها انا افتكر هو اللي عايزها تقبل نفسها وبرده وعلاقتها بجوزها في حاجات بتقشعر كتير جدا بس انا اشعر دلوقتي كملحمه
ابراهيم الابيض بدون نقاش في حاجات كتير. انا اقول عشان ما انا مش عايز اصرف كل الخناقات دلوقتي. انا متضايق جدا ان اسمع طارق دلوقتي. بس بقاله قد ايه ابراهيم الابيض؟ نزل 2009 تقريبا. هو اعتقد لغايه دلوقتي مفيش حاجه اتعملت في الكاتيجوري دي بالكواليتي دي بالحلاوه دي بالطريقه دي بالكاركترز دي. ولغايه دلوقتي مثلا بعد كل انت من 2009 لغايه دلوقتي انت شفت شخصيه البلطجي دي عملها مليون الف بني ادم. مفيش حد تعدى عمرو واكد. طب قبل ما اعدي النقطه دي عندي سؤال واحد. ابراهيم الابيض ولا الجزيره؟ الاثنين موجودين. ابراهيم الابيض خلاص ماشي. انا اقول ابراهيم الابيض ينتقل خلاص. اي ويل كونسيد ذس. وممكن يتقابلوا. لا صعب يتقابلوا بس هيبقى فيها كلام كتير بعدين بس عشان احنا لسه ايه في اول راوند. بالنسبه لي كسه محسومه لابراهيم الابيض. ده موضوع خانق في اول راوند. اوكي ابراهيم الابيض انت مش عايز تطلع. انت هتطلع اسماء ب 3-0 بتعوض. لا مش ب 3-0 بس خلاص. انا عارف ان مفيش فايتنج تشانس هنا. اديله علشان واحد عشان فعشان ايه؟ عشان تصعب علينا فنسيب لك حاجه بعد كده يعني. لا خلاص انا موافق. انا موافق ان ابراهيم الابيض كحاجه ليها دعوه بالسينما المصريه ليها تاثير اجمل. انا ما عنديش مشكله معاها. حلو. يعني احنا دلوقتي قدمنا اربع افلام. الاربعه احنا بنحبهم. الاربعه احنا بنقدرهم. فاضطرينا نطلع اتنين منهم. المباراه التاليه اشتباك يقابل اسف على الازعاج. خلي الناس تعرف ان اسف على الازعاج بالنسبه لي كان الفيلم اللي انا قلته يتحط لاحمد حلمي. ما كنتش حاطط في دماغي ان افلام كتير احمد حلمي تتحط. بس في كذا فيلم. في على فكره احمد حلمي ليه ثلاث افلام؟ 1-2-3 اوه الناظر. اربعه خمسه صار الليالي. اوه ماي جاد. خمس افلام احمد حلمي فيهم. وانا بالنسبه لي ما همنيش الافلام والله دي. والله ده حصل وانا مش دريان. ما همنيش الافلام دي على قد ما كان همني ان اسف على الازعاج. وده لو يبعت رساله علشان الناس اللي في بعض الاحيان بتدافع لمجرد الدفاع قد ايه احمد حلمي ليه بصمه كبيره جدا من سنه 2000 لغايه دلوقتي على السينما المصريه. وقد ايه احنا زعلانين من الوضع الحالي. الحقيقه اشتباك واسف على الازعاج. انا مش انا اقول كده بس بجد لا لازم اسف على ازعاج. انا اسف على ازعاج البيك بتاعي مع قدر احترامي لفيلم اشتباك. قبل ما انت تقول انا اشتباك انت السوينج فوت في هذا الموضوع. اشتباك أنا... اشتباك على فكره مش احنا يا جماعه الطريقه اللي عملنا بيها الموضوع ده عشان نعرف ايه هي الافلام اللي هنشتغل بيها ان احنا كل واحد فينا طلع الاستيتو بالافلام وبعد كده قعدنا نشوف انا ما شفتش ده للاسف لا ده لازم يطلع ده بتاع لغايه لما وصلنا ل 16. انا اول اسم كتبته عندي في الليست على الاطلاق من قبل ما اعرف هو انتاج سنه كام كان اشتباك. اشتباك فيلم محترم جدا فريد جدا متناسب جدا مع الاحداث اللي كانت بتدور في الوقت اللي الفيلم طلع فيه. عجب توم هانكس معلش ده مش دي مش حجة دي مش حجة ماليش دعوة. الكاست بتاعه مش اكبر اسماء في الوقت ده وبينهم اداءات جانبية بعد كده بقى لها وزنه ابتدت تشتغل. ودي حاجة معلش حاجة اروح لسايد بوينت سريعة. من قريب كنت بتكلم مع ماهر في الحلقة بتاعت الحصاد على فيلم آثمة لو ما شفتهوش موجود على نتفليكس. فيلم فرنساوي وعجبني قوي كمية الستانتس اللي موجودة فيه واللونج تيكس. وقلت لماهر الفيلم ده ما يتعملش إلا بممثلين مش أسماء كبيرة لأن لو أسماء كبيرة مش هيهينوا نفسهم الإهانة دي. اشتباك باختياره مع الاسماء ديت محمد دياب في الوقت ده عرف يطلع منهم حاجات كتير. وانا كان جمعني حوار سريع مع محمد دياب قلت له في المراجعه بتاعتي انا اغفلت حاجه وانا مش مصدق ان انت عندك في النص لونج تيك تقريبا 4-5 دقائق ان انتربتد لفت جوه العربيه كلها وخرجت براها ودخلت وده ابداع. قال لي دي انا حاولت اصورها في يومها مرتين ما جاتش والليل دخل علينا وقلت لهم رجاء هنجرب مره اخيره لو ما جاتش خلاص وجت في المحاوله الاخيره. فده بيبين لك قد ايه فيلم زي ده كان صراع وما كانش سهل اطلاقا لا على المشاهد ولا على المجتمع ولا على الناس اللي اشتغلوا فيه. وفي تقديري الشخصي فيلم متكامل ما فيهوش غلط غير شويه الحاجات اللي قلتها في المراجعه. اشتباك واحد من اقوى الافلام طبعا. بس انا للايه؟ لا طب معلش احنا عمالين نقول خليه لا انا خلي الراجل يتكلم ما كلمناش في الفيلم ماشي اوكي قول لي بقى. اسف على الازعاج اكتر فيلم مصري بحبه. مرتبط بيه في ايه طيب يعني ما. في كل حاجه اول مره اشوف احمد حلمي كده اول مره فكره ان انا فيلم مصري كل مره اتفرج عليه اكتشف حاجه جديده دي كانت بالنسبه لي برضو كانت حاجه كاتشي جدا بالنسبه لي في الفتره دي لما انا كنت بتفرج على الفيلم. فيما بعد انا شايف ان ده اقوى فيلم احمد حلمي عمله كمان واكتر حاجه بتلمسني ليه يعني انا الفيلم ده بحبه جدا كتير التويست اشتباك محمود حميده كان يعني خطير
مشهد لما عرف ده انا ده كان بالنسبه لي صادم. لا لا احمد حلمي انا ما شفتش احمد حلمي كده. اسف على الازعاج. فيلم حلو جميل بس قيمته عندي مش زي ما انتوا بتقولوا كده خالص. انا مش عاوز ابقى بقول عليه كلام وحش، ده مش قصدي. انا فاهم، بس اولا افكاره مش اصليه اكيد الى حد كبير. ودي مش حاجه في الافلام المصريه افكارها اصليه. لا في حاجات كتير افكارها اصليه. احنا عدينا على حاجات، انا قلت لك اسماء وابراهيم الابيض دول فيلمين اوثنتيك. انا مش عارف اقارنهم بحاجه ثانيه. اشتباك بكل فيلم اوثنتيك، ومش بقول ان ديت نقطه قاسمه بس بقول انها ديس ادفانتج قليله. وبعدين دي انا موافق معكم تماما في انها ثيم جديده دخل فيها احمد حلمي، وكانت حاجه غريبه قوي عليه. بعد كده رضا وفي الاخر حورها للمدرسه بتاعته برضه. بمعنى تسلسل النهايه بالشكل السعيد بالامور ديت بالمعرفش ال... فجاه حسيت ان انا في احد افلام رحله البطل بتاعه احمد حلمي المعتاد. وده ما عجبنيش. انا كنت كان نفسي نتملك من السواد من البدايه للنهايه. انا عارف ان انا مش عاوز حاجه حزينه يعني، بس الجانب المظلم ده ما ينفعش تسيبه. برغم ان والافلام اللي اتعملت، انا اسف عشان هقطع في الحته دي، والافلام اللي اتعملت مع الثيم ده ما راحتش للشكل العائلي الكيوت الجميل ده. طب القصه اللي عايزين لان لازم تتحكي هنا. بس ما. النهايه برغم ان هي المفروض يعني هي مقفوله سعيده، بس رهنك مفيش حد خرج من الفيلم ده مبسوط. انت عندك حاله غريبه. انت مبدئيا الشوك بتاعت ان احمد حلمي زكي شان مطب صناعي، الحاجات اللي هو اللي انا لما حبيبي بتاعتك مطب صناعي، وبعديها كده رضا. انا والله العظيم عمري ما انسى ان انا خرجت من كده رضا، قلت هو احمد حلمي هيعمل ايه تاني؟ ايه الليفل الاعلى من كده رضا انه يعمل ثلاثه كاركترز وفيلم جامد فشخ كوميدي وكده، يوم عامل حاجه شفت. اسف على الازعاج. الكاركتر اللي بتقعد تكلمه في التليفون لوحدها دي 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 اضافه بنت لذينه جدا. بعيده بعيده، احنا لو اتكلم ك ك كقصه عايزه تتحكي، القصه بتاعت اشتباك قصه قويه جدا، قصه قويه ومهمه تمام، اما نتفقش مع ده. وكستايل كاستعراض عضلات ككل الحاجات الحلوه اللي بتجيب في المهرجانات والكلام ده محدش يقدر ينكر فيلم خرافي تمام. بس ارجع تاني للحجه بتاعت اللي هو فيلم مصري، فيلم الكل اتعلق بيه، فيلم بيحكي قصه برضو انا شايفها ان هي قصه ما اتحكتش قبل كده في مصر تمام، باحسن اسم موجود عندك احمد حلمي وبيعمل اللي عليه بزياده. ماشي يعني انا خلاص انتوا قلتوا الفوتس بتاعكم فانا عارف، بس انا ام ميكينج ذا كيس فور اشتباك. هتتفرج على اني اكتر اشتباك فيلم مهم. اشتباك فيلم مهم. لا هتفرج على اسف على الازعاج اكتر معاك في دي تمام بالظبط. برافو عليك. لا اشتباك اصلا تجربه انا مش عايز اخدها بالظبط. يعني مش سهل عليا يعني. بس هقول لك حاجه برضو انصافا لاحمد حلمي، اسف الازعاج ما كانش اول مره نشوف الوش الجاد بتاعه، لانه كان عمل قبله دور صغير في سهر الليالي ودور صغير في السلم والتعبان خطير وخلاص طبعا. كان اثبت انه بيعرف مش أزمة في بس في الفترة دي اللي هو اللي نجحه وعن خلاه بومينج ان هو كوميديان خطير وعمل حاجات اللي هي العائلية الاطفال والناس كلها بتتفرج عليه، وكان هو نجم الكوميدي في الفترة دي. الشيفت ده كان قرار جريء وجامد قوي الصراحة. جميل. احمد حلمي يكسب معانا. انتهينا من ثلاث مباريات، والمباراة الثالثة هي اول مباراة حد فينا يخسر فيها حاجة. انا خسرت لاني كنت عاوز اشتباك وهم اختاروا اسف على الازعاج ومش هنساها. بعده المباراة الرابعة عشان نخلص الجنب الشمال من الحاجات، ودي مش اي حاجة على الافلام نفسها، ده مجرد جنب مش قصدي حاجة يعني. الجزيرة احمد السقا يواجه عسل اسود احمد حلمي. انا هقعد ساكت دلوقتي بس عايز اعرف انت هتقولوا ايه. ماشي. لا انا المرة اللي فاتت انا اللي ابتديت. خلاص ابتدي انا عادي جدا. جزيرة وعسل اسود. انا هبقى ماشي. نبتدي بالجزيرة طبعا. الجزيرة ممكن يكون آخر حاجة قوية قوي للشيف عرفة. مش انت عجبك كنز؟ عجبني الكنز بس لا الجزيرة أقوى. الكنز حلو بس كنت دايما بتتفرج عليه تحس انه كان يستاهل ويستحقه فيه مساحة انه يبقى احسن من كده بكتير قوي. ده حقيقي. الجزيرة ما فيهوش ده. الجزيرة كان حدث وقت ما تعرض كل تاكيد. يعني سيبك من الجزيرة اتنين طبعا في كلام كتير يعني السيكول ما عجبنيش خالص الصراحة. بس الجزيرة واحد انا بالنسبة لي اللي هو فكرة ان الشيف عرفة برضو اعادة الاستعانة بنجم كبير، وان محمود ياسين يعني محمود ياسين لما طلع في الجزء الثاني في صورة عادت هبت وكده فاهم. الراجل ادى برغم ان دوره كان صغير كان خطير. الراجل ده فضل معلم معايا على طول. باسم سمرة
كان واحد من اقوى الادوار برضو. احمد السقا طبعا النهارده في الحكومه واحده من اقوى اللاينز واشهرها يعني. القصه نفسها ان هي قصه حقيقيه وان ده حصل بجد. ده حصل بجد قصه حقيقيه. وفكره طبعا خالد الصاوي كان برضو واسمه ايه طبعا محمود مغني واسر ياسين. واسر ياسين بالظبط يعني. في ناس كتيرة جدا نسيت ان اسر ياسين كاست غني قوي قوي قوي. هند صبري طبعا. الفكره ان القصه يعني اللي ممكن يخليك تتشد الفيلم ده اكتر ان هو قصه حقيقيه. غير ان يعني ان هي القصه لوحدها لو هي فيلم هي قصه جامده قوي وجريئه جدا. عسل اسود لا البادي لانجوج يا نهار ازرق. لا لازم تبتدي تقول حاجات بعد البادي لانجوج دي ما ينفعش. وحاسس ان انا عارف اللي حصل ده. هو حاسس دلوقتي ان هو اتكلم بحلاوه زياده على الجزيره لان انا عارف ان هو عايز يقول عسل اسود. انا عايز اقول عسل اسود بالظبط. انا عارف ده. هو حاسس ان هو ايه هو ورط نفسه دلوقتي ان هو الحاجات الحلوه دي ما بتقولش كده. البادي لانجوج بتقول انا بقى يعني فاسف على الازعاج. انت قلت لي النهايه انا ما عجبتنيش النهايه بتاعت عسل اسود اكتر عشان النهايه كانت كنت اتمنى ان هو يسافر وكانت هتبقى واقعيه قوي على الفيلم وكان الفيلم ممكن يتحط في مرتبه زي اسف على الازعاج بالنسبه لي. بس هي دي القفله اللي ما عجبتني. دي للاسف اللي هي النهايه اللي لازم عايز احمد حلمي يعملها النهايه يرضي ورجعت مصر والكلام ده. دي اكتر حاجه فصلتني من الفيلم. لكن الفيلم عسل اسود اتس بلاك دارك دارك كوميدي بطريقه غير طبيعيه. لو انت بتتفرج على حاجه وجريء وما نزلش فتره بعد الثوره اللي هي الافلام اللي هي شمت نفسها شويه لا اللي قبل الثوره فيلم نزل قبل الثوره. وكان في ناس كتيره جدا قال لك الفيلم ده كان برضو واحد من الشعلات اللي كانت قلت يعني كان بيتقال. ف وعسل اسود مش عارف الجزيره وعسل اسود الجزيره مش كتير. افضل نهايه في الدنيا برضو على فكره. الفصل الاخير خالص وان هو خرج من البتاع واختفى عشان طلعت ريومرز كتيره في الحقيقه ان هو عزة حنفي الحقيقي ان هو يعني انت عدتنا على تفاصيل كتير جوه الفيلم. لو عاوز تبيع دي بالظبط انزل اشتغل يعني. بس عسل اسود بتفرج عليه اكتر هتفرج عليه اكتر. دي برضو من ضمن الحاجات اللي مش القياس الوحيده كمان يعني. دي اكيد لا انا بقولك دي حاجه يعني كده على جنب يعني. بس يعني انا لو هختار لازم اقول هتختار ايه. قول امال انا علمته ليه. علمته ليه ماشي. ماشي. السؤال دلوقتي عندي بقى حاجه بسيطه جدا حاجه واضحه جدا. ايه الخناقه اللي احنا عايزين نتخانقها قدام؟ هل خناقه احمد السقا ضد احمد السقا ولا احمد حلمي ضد احمد حلمي؟ لان في كل الحالتين ده كده بقيت بتلعب ماتشات ما بتلعبش سينما. لا مش كده مش كده. في كل الاحوال الموضوع قريب جدا من كل النواحي يعني. حتى لما هتيجي تقارن اسف على الازعاج لو هتقارن اسف على الازعاج بعسل اسود لو عسل اسود فاز برضو المقارنه ما بينهم قريبه. عزيزي محمود نحن اليوم امام مباراه محدده. انا فاهم تماما. انا فاهم. ما تفكرش في ابعد من ذلك. البطل دايما بياخد كل مباراه على حده. انا عارف ان انا قلت في واحنا بنجهز ان عسل اسود مش اكتر بيك بالنسبه لي. بس دلوقتي لما افكر فيها اللي هو انا عايز اقول عسل اسود. مع ان الجزيره فين من علشان برضو فيلم الجزيره فيلم كبير جدا فيلم ايقوني فيلم فيه حاجات كتيره لسه بتقعد تتكرر. يعني دلوقتي بعيد عمال اعيد تفكير تاني فاهم. بس عسل اسود ما اقدرش. لا انت فوتت خلاص. خلاص انا ما اقدرش. يمكن العسل اسود ليه تاثير اكتر عليا كمان يعني. انا برضو انا خدت التجربه بتاعت عسل اسود دي وكميه التنكيت اللي اتنكت عليا من عسل اسود دي. فاللي هو ايوه انا المفروض اكره الفيلم عشان بيقعدوا يقارنوني بالموضوع ده. مش منتظر انا في اي قاعده في الدنيا بحس ان الجو هدي الناس سكتت ما اعرفش مين. هحكي لكم حكايه محمود اسمع غير اي مقدمه. ايوه كده يعني. اجمد حكايه في الدنيا. عسل اسود ليه عسل اسود من ناحيه برضو فيلم سينمائي مصري انا اتعلقت بيه وشايف ان هو افضل ويمشي لقدام. انا ارى ان لو واحد سعودي او واحد كويتي تساله ايه احسن فيلم مصري غالبا هيقول لك عسل اسود. بيتعاد كتير بيتفرج عليه كتير والناس بتعلق. مش ان هو ما بيتفرجوش على افلام مصريه كتيره لا بس بالنسبه لهم عسل اسود ده برضو حاجه تتعامل لوحدها. والاغاني والموسيقى عمر خيرت برضو. انا هفوت عسل اسود لسببين. سبب تماشيا مع حته ان احنا بنتكلم على ماتش محدد دلوقتي. عسل اسود ليه ذكرى محدده معايا قوي يعني. بعد ما اتفرجت عليه حسيت انه اطول بكتير من زمنه.
ودي صفة جيدة جدا في الفيلم. انك يعني تلاقي ان فيلم غني لهذه الدرجة ادك حاجات كتير قوي. انا قلت انا بقعد في السينما بالاربع ساعات على الاقل, وبعدين تلاقي زمان فيلم عادي فصول كتير انتقل من حالة لحالة ومن مكان لمكان ومن هيل ماستر كلاس في الكتابة الكوميدية السوداء بشكل او باخر. مش مع فكرة ان انا اقارنه باسف على الازعاج ان ده الاثنين انه نهاية سعيدة وكلام زي ده, اجواء عسل اسود اخف بكتير من اسف على الازعاج. حتى في وسط المعاناة اللي هو كان بيمر بيها, هو كان بيوصف حال بلد من وجهة نظر غريب عليها, واحد جه سقط زمن وجاي دلوقتي بيتعرف على الأحداث من أول وجديد بمهارة كوميدية حلوة جدا, واختيار مواقف من أذكى ما يمكن. إن هو يختار إن الموقف اللي حقابلك بيها الفسيخ, الموتوسيكل, الأوتوبيس, الجي بي اس, المعرفش مين, دي حاجات وانت بتكلم عايز تعمل فيلم الواحد غريب جاي على مجتمع ماله كاست يعني مش هتختار دي. بالظبط. الجزيرة فيلم ملحمي جميل حلو وكل حاجة, بس هنا بقى هنتقل من الماتش ده للأكبر شوية, ودي حاجة قلت لك ما تعملهاش بس أنا هعملها دلوقتي. أنا لو طلعت الجزيرة يبقى بنتصر لملحمتين بعيدا عن أنه أحمد السقا يعني. أيوة بالظبط, يعني الجزيرة ملحمة وإبراهيم الأبيض ملحمة. طبعا ده في سيتنج وده في سيتنج, بس الاثنين تقريبا برضو ملحمة شخصية. أيوة في المجتمع في كبير وكلام زي ده, هناخد نفس الفايت ده بس مع أسف عزاج وعسل اسود إطلاقا. ده فيلم وده فيلم. أوكي. أحمد حلمي اللي في الاثنين, بس ده كل تأكيد فيلم وده فيلم تاني خالص. أوكي. الفوت عسل اسود. ايه ده, 3-0 بس. 3-0 كده خلصنا الاليمينيري, خلصنا اول كده الجنب الشمال, وننتقل الان للجنب اليمين والمباراه الاولى. الفرح يواجه فيلم ثقافي. تمام. فيلم ثقافي مش هنتناقش كتير. فيلم ثقافي ولا يفوز كيف. فيلم ثقافي عرف جيل, عرف جيل كامل. فيلم ثقافي فيلم كوميدي, فيلم حزين, فيلم بلاك كوميدي, بلاك كوميدي فيلم. انا خدت بالي من حته, انا فهمت الناحيه اللي انت عايز. فيلم انا اتفرجت عليه وانا صغير, فيلم اتفرجت عليه وانا كبير, فيلم لسه هتفرج عليه تاني قدام, وهفضل هيفضل يديني نفس الشعور ده بالمواقف اللي هم بيقعوا فيها, بالميشن المهمه البسيطه جدا الموجوده عندهم, هم بس عايزين يتفرجوا على 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 فيلم ثقافي. البريمس بتاعها ذات نفسها بريمس البرازيل خرافي. بس لوحدها ان هم ياخدوا حاجه في منتهى البساطه, فكره في منتهى البساطه, ويطلع منها رحله بنت لذينه بالابس بالداونز بتاعتها, حاجه مش طبيعيه. الفرح انسامبل يعني جزء كبير من عدد الممثلين القدراء, هم بيطلعوا بيعملوا حاجه جامده مع بعض, ما اقدرش انكر ده. تمام. ماجد الكدواني عامل خرافي, انا بعشق الفرح. بس فيلم ثقافي تتكلم مع نفس طريقه الكلام اللي اتكلم فيها عن الناظر, اللي هو لا في تعريف حصل هنا, في برايز, لا خلاص اوكي كلمه برايز لسه بستعرى, مش هكمل الجمله عشان الناس فهمت يعني مع قصدي, بس في 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 تاثير ثقافي حصل من فيلم ثقافي. بس فانا اكيد هقول فيلم ثقافي بدون اي نقاش اكتر من كده بالنسبه لي. انا فيلم ثقافي ده كنت مش فاكر مع واحد صاحبي الاسبوع اللي فات, كنت بقول غالبا ده الفيلم اللي اتفرجت عليه كل يوم عمري ما زهق. كنت بتفرج عليه كل يوم فعلا. يعني ما تزهقش خالص, عمرك تحس بالزهق, والرساله اللي فيه قويه جدا, والبلاك كوميدي اللي فيه جامد قوي, والثلاثه مع بعض الجامد من الفيلم ده نزل. ثلاثه مين دول؟ مين صح. دول فهم يعملوا فيلم كده, والفيلم ما نجحش على فكره, ما جابش ايرادات اللي هو يا سلام. ما جابش ايرادات كويس. فيما بعد الافلام دي بتنجح يعني, مثلا غبي منه فيه ده جاب 6 مليون. غبي منه فيه اكيد دلوقتي ما فيش حد في الوطن العربي ما شافوش مثلا, بيتشاف اكتر وكده. بس الفرح برضو في ميزه ان انك انت من النادر تعمل تجميعه كبيره للنجوم ويطلع الفيلم حلو. بيبقى على طول اغلبيته كوميرشال, او حد واخد دور اكتر هو البطل عن التانيين, والتانيين بيجوا ضيوف شرف اللي هو انا احمد السقا ازيك شفت انا جدع معاك وجيت الفيلم ازاي. والاندينج بتاعته النهايه بتاعت الفيلم, حوار ان ممكن يعمل لك لو ما حصلش دي كانت برضو فكره قويه جدا, فيها مخاطره كبيره ومن الحاجات اللي فعلا من اكتر الافلام اللي فيها اداءات تمثيليه حلوه قوي قوي قوي, سواء من خالد الصاوي, باسم سمره, صلاح عبد الله, ماجد الكدواني. صلاح عبد الله فكرت صلاح ورده كان وماجد الكدواني. انا يعني النباتشي دي شخصيه كانت خطيره برده, وان هو برده عنده باك جراوند ستوري بتاعه السكار اللي عنده دي. ودنيا سمير غانم
سقطنا دنيا سمير غانم انها كانت عامله دور مختلف عنها تماما. والقصه نفسها كريمه مختار وسوسن بدر قومي قومي استهدي بالله بتاعها وهي متخشبه وقومي استهدي بالله قومي ارقصي دي ايكون برضو. كان في ستوري لاين ليه دعوه بابورشن برضو وحاجه حاجه سايد سايد ستوري برضو حصل ياسر. ياسر جلال اقسم بالله مراتي دي برضو بيستخدم ميم السنين ده. مش لا يعني بص فيلم ثقافي انا لا مفيش مش عارف انت لا فيلم ثقافي فيلم ثقافي بس فرح انا اكتر فيلم متضايق عليه تصدق من لا اشتباك برضو بس انا اكتر انا زعلت على اشتباك. انت كل ما تفكر كتير في في اي حاجه تانية قصاد فيلم ثقافي هتقول بس فيلم ثقافي في روبي ففيلم ثقافي فيه في المشهد فيلم ثقافي فيه لما راحوا العزا فاهمني فهيفضل يديلك من انا حفوت فيلم ثقافي لنفس الاسباب اللي انتوا قلتوها. عايز اضافه صغيره بس عليه انه تعامل مع موضوع اي حد في الدنيا ممكن يجي يتعامل معاه هيطلعه مصف قوي. هو تعامل معاه بشكل رد وعكسه على حال برضو فئه عمريه معينه وفئه عمريه ما بتاخدش حقها كتير مش الطلاب مش الاغراب مش المعرفش مين اللي اكبر شويه الناس اللي بتواجه دي ودي. الناس اللي بتواجه خطر ان القطر يفوتهم وحياتهم تخلص من غير ما يعيشوها. وده كان رائع جدا. الفرح كل اللي قلتوه عليه هي عاوز اضيف عليه حاجه واحده بس. الفرح في تقديري الشخصي هو اجمل تريلر لاي فيلم عربي لو تجربت شويه عايز اقول في التاريخ. التريلر بتاعته كانت شوت سريعه جدا لشخصيات بتقول كلمه واحده او حاجه بالطريقه ديت منهم عدد من الشخصيات بيقول نفس الكلمه اوفر اند اوفر اجين. وده في تقديري الشخصي كان عبقري. يعني معرفش محمود الجندي بيقول حاجه ماجد الكدواني بيقول حاجه معرفش مين خالد الصوي يقول جمله تك 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 خالد الصوي يرجع يقول نفس الجمله في لقطات سريعه وبيدخلوا في وسطها ديك لو انا فاكر صح كان في ديك بيقاطع يطلع كانه شخصيه بتقول. كان التريلر هايله كان تريلر عظيم لو عرفت تلاقيها هتعجبك جدا يعني. بس لا فيلم ثقافي فيلم ثقافي مكانه ثقافيه مهمه جدا, جداً. فيلم ثقافي انتصر على فيلم الفرح. ايوه بريس الوضع اتغير دلوقتي لو كان على الصوت ممكن اغنيه عمال كبر عايده الصبح. المباراه التاليه كده رضا يواجه بحب السيما. دي اول تاني مواجهه لينا لفيلم كوميدي قوي مع فيلم جد قوي. جد قوي بحب السيما ده فيلم جد قوي. انت قلت ان انت بتحب كده رضا انت ذكرت الموضوع ده بقول لك انا هطلع حلمي فان جد ربطة محبي الفنان احمد حلمي حلمي فان ايوه كده رضا انتوا هتختاروا بحب السيما انا في معضله صراحه لان انا قلت لك ان كده رضا مش اكتر فيلم لاحمد حلمي انا افضله مع ان انا برضو شفته في السينما واحمد حلمي وكل حاجه. كده رضا انا ما شفتوش في السينما. عارف انا شفته فين؟ كان في فتره كده من الزمن عندنا كان في قناه اسمها اي ار تي سينما غير اي ار تي افلام. دي كانت بتجيب فيلم واحد يقعد يخلص يشتغل تاني يخلص يشتغل تاني يخلص يشتغل تاني لمده اسبوع. يا لهوي دي انا شفتها فيه طول ما انا صاحي بتفرج عليه. يعني انا السكرينينجز بتاعته اللي ما شفتهاش يا اما كنت بره يا اما كنت نايم بس انا في البيت. هات يا ابني ار تي سينما ده الفيلم. انا زيك كده بس كان سينما كده رضا اوفيشلي اكتر فيلم دخلته في السينما في حياتي. واو 15 مره الحجه دي انت بتستخدمها كتير. انت لسه من شويه قلت في فيلم تاني انتوا عندكم حته انا عندي انا بحب اتفرج على السينما. يعني خرجت من فيلم لو واحد صاحبي قال لي انا عايز اخش معاك تاني دلوقتي اخش. انا عندي صدق ما بعرفش اعمل كده خالص. انا بعمل كده جدا ويعني في افلام حبيتها موت لدرجه ان حصل زي ما انت بتقول مراتي او حد عاوز يشوفه يلا بينا تاني تاني مره دي لازم انام في السينما. ايه ده انا هقعد همر ده كله تاني؟ لا مش هقدر. واحده من الخطايا العظمى ان انت تنام في السينما مبدئيا بس ماشي مين حصلت معايا شويه بس عارف في فيلم الفيلم الجديد بتاع محمد عبد الرحمن واحمد الفيشاوي ده كان اسمه ايه؟ دعوه ام ولا دعوه عم دعوه عم حاجه زي كده دعوه عم. ده انا نمت فيه مش عشان كبس عليه النوم ده كان قرار انا قررت انام. انا قلت انا ممكن استغل وقتي بشكل افضل في ان التكييف الجميل ده وانام شويه. ركز طب مش هقول بحب السيما الاداء العبقري ليوسف عثمان اللي يخليه ياخد جايزه انت بتظبط نفسك مع يوسف عثمان حلوه اي صادق فهمتك
ياخد اوسكار الصراحه يعني. انا اتكلم على فيلم ذات نفسه. طب حتى بعيدا عن كل الكلام ده بجد بجد والله بعيدا عن كل حاجه ويوسف حبيبي وكل حاجه لو عاوزين نكرم ان احنا عندنا اداءات لاطفال في السينما المصريه تستحق الذكر فعلا اداء يوسف عثمان في الفيلم ده طبعا طبعا يعني الدور ده يعني ايقوني الصراحه. فيلم جريء فيلم جريء وغير بقى طبعا ال 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 الفيلم جريء جرأه غير مصفة في نفس الوقت بالظبط ومش مليانه كليشيهات بالعكس هي بتتحدى كليشيهات كتير جدا. الفوت بتاعك يروح لمين؟ بحب السجن كده رضا. انا احب كده رضا. مش احسن فيلم لاحمد حلمي خالص بالنسبه لي. فيلم رائع جدا لاحمد حلمي بس مش احسن فيلم لاحمد حلمي. اكيد احسن 100% من الحاجات اللي بيعملها دلوقتي. خلاص قرار كده رضا تلات شخصيات ماشي. في فيلم تاني موجود معنا عملها انا شايفه احسن منه شويه. اوكي فيلم صور 3 اسابيع. لا دي مش حجه انت تديني المنتج الاخير احكم عليه. يعني بديك اضافات كتير. انا اخد المنتج الاخير. انت اللي ما ذكرتش احنا مالنا يعني. طب اقول لك حاجه. ما تصور في شهرين انا مالي. بحب السيما. بحب السيما بيحكي قصه كل واحد يقدر يتعلق بيها. بحب السيما لازم يكون موجود معانا لازم. طب عارفه احلى حاجه فيكي ايه؟ اي لاف ذا سونج. اللي بحبها اكتر منها في الموضوع دوت هي الاغنيه بتاعت الساوند تراك بتاع الفيلم اصلا وما انتشرتش زي ده. اغنيه كده رضا نفسها بتاعت كده رضا كده رضا. ده انا بموت في الاغنيه اكتر من كده. ريسبكت كده رضا كامل الاحترام والتقدير بس بحب السيما لازم بحب كان في بلوت لاين محطوطه فيه اللي هو بتاعه وكتير قوي احمد حلمي الصراحه لا لا عادي مش مشكله يكون في كتير احمد حلمي بس بحب السيما. بيتكلم على الاقليات المسيحيين في مصر. بيتكلم على الاكتشاف ومش فكره علاقتهم بالمجتمع التاني ده هو بس هم بس على الكلام جواهم شويه. امتى انت شفت فيلم مصري اساسا كل الانسامبل بتاعه بيحكي القصه دي تمام وقصه الولد الصغير اللي هو بس فعلا العنوان بتاع الفيلم مش عايز اكرر نفسي بس اللي هو انت الفيلم اللي هو بس ده حاجه عايز يعملها وبيتعلم الموضوع ده وبيدخل جوه العالم ده وبيحب العالم ده. السينما حرام والديالوج بين محمود حميده وربنا الرعب من المشاهد دي يا الله لازم احب. انا حاسس غالبا ده اقوى اداء لمحمود حميده جدلا ممكن غالبا ميبي الشخصيه اللي هو عامل وبرده الكلوشر القفله بتاعه الشخصيه بتاعته في نهايه الفيلم دي بالنسبه لي كانت سعيده ان هو انا محمود حميده لو ركزت في اغلبيه اعماله هو محمود حميده زمان وهو صغير عمل شويه حاجات مع احمد زكي كان عمل الامبراطور وعمل الباشا دول افلام جامده جدا ودوره في الامبراطور رائع بس لا فعلا ممكن فبحب السيما افضل اداء ليه فعلا. خلاص بحب السيما لا ما تقولهاش كده لا بحب السيما جدا بحب السيما احنا يوسف عثمان صاحبنا من الاخر وبنظبط يوسف عمارة يعقوبيان يواجه سهر الليالي وانا عارف كويس قوي انا عاوز مين يكسب. انتوا عارفين انا عاوز مين يكسب سهر الليالي معرفش اوكي إيه انا مش عارف انت بتخمن لا انا بحب فيلم سهر الليالي بس بالنسبه لي فيلم سهر الليالي ما يتقارنش مع عمارة يعقوبيان. عمارة يعقوبيان حاجه تقيله كامله لوحدها. فيلم بيلعب في مكان لوحده ان انت تجيب حد زي عادل امام يكون واقف كده هو فوق وبيدير الحوار اللي ماسك الفيلم ده دي حاجه اوكي انا هقف ان هو واصفق. وبعدين لاحظ ان هو الفيلم الوحيد اللي عادل امام موجود فيه هنا. احنا ما بنتكلمش على كل الافلام المصريه بيريد ولكن بنتكلم على الافلام المصريه من في الالفينات. يعني انا من الحاجات اللي رجعت بصيت عليها من الاول الالفينات لغايه دلوقتي بالنسبه لعادل امام هتلاقي انصاف افلام جيده لكن صعب تلاقي فيلم على بعضه متكامل زي عريس من جهه امنيه نص فيلم السفاره في العماره نص فيلم مرجان احمد مرجان الكلام ده اللي هو ما هياش افلام قوي في نقطة معينة تحس ان الفيلم كسل فيها وفك من بعضه وما بقاش الحاجة كويسة. فلكن لا عمارة يعقوبيان فيلم هو قايم على حيله من البداية للنهاية الاستعانة بعادل امام في انسامبل كاست بيعمل شخصية بس شخصيته هو مش داخل في كل الستوري لاينز والكلام ده كله. قرار جريء وهايل جدا. على الجانب الاخر يبقى عندنا نور الشريف يبقى عندنا الاكتشاف بتاع خالد الصاوي من خلال الفيلم دوت باسم السمرة وكل الشخصيات التانية اللي ظهرت هند صبري محمد امام طرح نفسه في الفيلم دوت كممثل بعيدا عن انا بقول عني عندي على طول في الشانل ده اقوى دور لمحمد امام بس دي سهله لانه اقول اضبط حسن مرقص كان اوكي لا حسن مرقص كان اوكي صح وحسن مرقص كويس فيلم كويس انا اسف حسن ومرقص فيلم كويس على بعضه وانا كنت عاوزه يخش على فكره في قائمه 16 وهم قالوا لي لا انت جايب انت مين اصلا ده بالظبط اللي احنا قلناه بالظبط فانا بالنسبه لي البيك عمارة يعقوبيان
عمارة يعقوبيان يعني فعلا فعلا جدا انا من اكتر افلام بحبها. طب احنا ليه ما بنتكلمش عن سهر الليالي؟ من هنتكلم عن سهر الليالي بس انا لازم عشان اتكلمت عن عمارة يعقوبيان دلوقتي فدخلت في المود بتاعه. برضو وجهات نظر اكتر فيلم بحبه لمروان حامد. يعني ده اكتر فيلم انك انت عندك 27 سنه وتبقى مخرج للدول. بصراحه الانجازات اللي على جنب دي بتاعت انت كان عندك كام سنه لما عملته, فبرافو عليك انك عملت حاجه زي دي في السن ده والكلام ده كله. صعبه صعبه انك انت دي صعبه جدا. انت اول حاجه هتعملها انت معاك كل نجوم الوطن العربي, اتقل نجوم الوطن العربي, عادل امام, نور الشريف, خالد صالح. احنا نسينا خالد صالح يا جماعه. انا مشاهد نور الشريف وخالد صالح ممكن اتفرج عليها في النص اليوم كده, عايز اتفرج على المشهد ده بس. كل المشاهد اللي ما بينهم وبين بعض يعني عبقريه. والفكره العبقريه في ايه؟ انت فاهم ان خالد صالح ده داخل المشهد على نور الشريف هو مدي, كان قبل في الكواليس بيقول ان هو مدي هيبه لنور الشريف, انا هتعامل مع نور الشريف, فاهم؟ فالان انت شفت لما انت بتتفرج نور الشريف قلقان منه وشايف هيبه خالد صالح ان هو اتقل منه, واقعد اقعد اقعد هيجي راح يجيب ميه والتفاصيل الدقيقه دي. عادل امام انا ما شفتوش. بتقرا انت شويه فيما وراء الفيلم يا كمال؟ طب ليه فيما وراء الفيلم؟ انا بتكلم في الواقع. يا عماره يعقوبيان انا عندي معاه مشكله الحقيقه, ان لما تقرا الروايه تلاقي الشخصيات ديت اللايرز بتاعتها كتير قوي 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 قوي, لما تيجي تتفرج على الفيلم تلاقيهم كلهم تم طمتهم, اصبحوا النسخ النمطيه من اللي تم تقديمه. الباشا بتاع زمان اللي راحت عليه, الجدع اللي كان شغال شغلانه يدويه وربنا فتح عليه فعاوز يخش مجلس الشعب, الراجل اللي بيسن القوانين بتاعه مجلس الشعب اللي طالع بيقول الكلمتين اللي في الاغلب قرناهم بشكل او باخر على السوشيال ميديا, الجدع الشاذ اللي ما اعرفش مين, وفي الاخر دايره الانتقام بتاعتهم كلها متوقعه. حتى لو انت ما قريتش الروايه بتاعه الموضوع اللي انت اتفرجت عليه اتنمطت جدا. على فكره انا مش محب قوي لروايه علاء الاسواني, انا مش بقراش روايات كتير اصلا. بس علاء الاسواني انا وصلت لمرحله معينه اني وانا بتعرف على الشخصيات بقرر اني مش هكمل قرايه. ليه؟ عشان عرفت هتعمل فيهم كلهم ايه في الاخر. اوكي, دي كلها شخصيات دومد. وانا ما كنتش حابب ده, بس لما قريت ده على الاقل كان جواهم لايرز, كانوا مليانين طبقات. بعد كده اصبحوا منمطين جدا, وحتى اللحظات, عشان كده انا مش قوي ما عنديش اي اعتراض كبير على اخراج مروان حامد للفيلم بشكل عام, ولكن المشاهد اللي تم تصميمها علشان تكون ايقونيه طلعت كرنجيه شويتين, زي المشهد بتاع احنا في زمن المسخ المسرحي دوت كرنج حبتين ثلاثه, المشاهد بتاعت خالد الصاوي مع باسم السمره حاجات منها كتير كرنج, علاقته بهند صبري فيها لحظات. دي كان مقصود ان هي تكون كرنج, المفروض المقصود ان هي تحسسك كده. لا 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 لا, دي كانت المفروض انها تسيب جواك امباكت. كرنج من خطبه ازاي؟ سهر الليالي على الجانب الاخر اللي احنا ما بنتكلمش عنه خالص دلوقتي. اي احنا هنتكلم لا هنتكلم. هو ايضا يحدث ان يكون انسامبل كاست ما بين ناس كتير مثلت اجينست تايب زي احمد حلمي في الدور بتاعه, وانت كرجل في فئه عمريه معينه بتشوف نفسك في واحد من الاربع شخصيات اللي موجودين دول بشكل او باخر, ان لم يكن في كل مرحله شفت واحد شفت نفسك في واحد منهم. الحوار كان جريء جدا 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 من غير اسفاف. الانتقال, الحقبة الزمنية او النافذة الزمنية اللي الاحداث كلها دارت فيها, العقد اللي احنا كنسناها تحت السجادة مع نهاية الفيلم وما حلناهاش. يعني في شخصيات كتير علاقات متدمرة ما ينفعش تستمر واحنا سبناها مستمرة. يعني الفيلم ده لو كان عالم ورفعنا عليه الشباك بس, فتحنا الشباك وبصينا عليه بعدها باسبوع هنلاقيه اتدمر, بس احنا سبناه وهو متلصم. ودي اللغة راقية جدا في كيفية انهاء حدودة الأداء. مش كل حاجه لازم تكون بيرفكت, مش كل حاجه تبقى فتحي زي عبد الوهاب باللحظات بتاعته, شريف منير جدلا افضل اداء ليه على الاطلاق, خالد ابو النجا, وبرده حلمي بالله باللحظه البريك داون بتاعه كسره عينه قصاد مراته وديت, دي حاجه مش عاديه يعني, ما صح صح مش صح حاجه صح طبيعيه. وبرده كان الاداءات برده منى زكي وحنان ترك والحوارات, لا كان انا بص انا الصراحه هو لو كان هو معايا سجاير مرت ازرق هو لو كان سهر الليالي مش قدام عمارة يعقوبيان كنت هختار سهر الليالي وانا مغمض. انا الفيلم ده انا بعشقه الصراحه, بعشقه سهر الليالي. انا قربت اكتر سهر الليالي. هو انا ليه حاسس, ما اعرفش توافقني في الموضوع ده ولا لا, ساعه عمارة يعقوبيان لما اتعرض الهايب اللي عليه خلى الناس كلها تخاف انها تطلع تتكلم عن العيوب اللي فيه. هو على فكره لو بصيت بس على الافيش بتاع الفيلم انت تحس
بالخوف اللي هو أنا... الفيلم ده ما ينفعش يكون غلط، ما ينفعش يكون وحش. طب انا عايز اتكلم في شويه تفاصيل. ما ينفعش اقعد عارف ده اثر على ايه شويه. التجربه الثانيه اللي اتعملت بعد كده من جود نيوز فورمولا ليله البيبي دول، ده الفيلم اللي لما الناس دخلت عليه ولقى فيه تمادي في نفس الاخطاء مع دوسة التيم. اوكي قالك لا لا تعالوا بقى نرجع شويه، مشك منك جبت لي اكبر اسماء في الدنيا كلنا بنحترمها وبنحبها، يبقى حدي لك كارت اخضر. صح. بس انا عشان برضو بحب عكسك في دي مادي، معلش انا بحب علاء الاسواني جدا، بحب الكتب بتاعته، بحب طريقه الكتابه بتاعته كمان. كنت انا في نادي السيارات، نادي السيارات اتعرفت شويه، اتعرفت على شخصيات، وبعدين ات سام بوينت طب ما انا عارف انت هتعمل فيهم، انت هتفشخهم كلهم. طب مش عايز اكمل. انا نادي السيارات ده من اكتر الكتب اللي نفسي تعمل فيلم على فكره، برضه ده هيبقى حلو قوي. بس يعني علينا، انا برضو شفت ان عادل امام مختلف في الفيلم ده. يا لهوي يا لهوي، عادل امام مش هيتقدم، عادل امام مش هيكون موجود في احد اكتر. تعالوا نعمل حلقه تانية الاهم النجوم في التاريخ ونكسبها. ماشي وده مش احنا اللي هنكسبه، هو هيكسب غصب عننا. ايوه اكيد انتم مشتركين. ها اوكي، عشان توصلوا عشان تجيب لكم الحلقه اللي هيكسب فيها عادل امام. بالظبط. انا صار الليالي اقنعتني. انا صار الليالي اقنعتني. ماشي صار الليالي. انا فخور بالانتصار ده. ماشي. لما قعدت افكر فيها تاني، انا اصلا انا اتعلق اكتر بفيلم زي سهر الليالي في الوقت الحالي، انا اتعلق بيه اكتر. ف وعامه الناس دول الشباب دول لما طلعوا ان هم يطلعوا مع بعض في اول دخله ليهم فيلم كامل مع بعض، لا حاجه. ومن بعد سهر الليالي ما اتعملش فيلم حلو بالتركيبه دي. حاولوا كتير، حاولوا كتير مليون مره. بس كان اسمهم ايه؟ هبته كان كويس، ما كانش وحش. بتاع هاني خليفه الثاني، سكر مر. يس دريجو. حاولوا مفيش، خلاص مش عارف تستحضر الروح مره ثانيه. خلاص صعب. المواجهه الاخيره في دور ال16 ما بين عملاقين كبار جادين مظلمين. تراب الماس. تراب الماس وهي فوضى. اوف. ما هو هي فوضى اخراج يوسف شاهين ولا خالد؟ انا معتقد ان هو خالد يوسف يعني، بس كان يوسف شاهين قاعد يعني، كان المانويل جوزيه. يعني كان ايوه يعني كده. انا فاكر الجدال اللي حصل. انا ما عرفتش احله ايفر. خالد يوسف ما كانش محطوط في الليسته بتاعتي اساسا، حاجه من خلف الكواليس. قصدي هي فوضى، فيلم هي فوضى ما كانش محطوط في القائمه بتاعتي اساسا. كان محطوط في القائمه بتاعتك؟ لا انت هو الفيلم دخل هنا ازاي؟ الفيلم ده وصل لحد هنا ازاي؟ انا اسف. فين الامن بتاع لا هي فوضى فيلم مش وحش. اي نو. لا فيلم حلو ومحترم طبعا. لا واداء خالد صالح من اقوى الاداءات اللي في السينما. واخشى ان البروفايل ده مش هيتقدم تاني في السينما المصريه. صحيح صح. بس مش كان المفروض ملاك اسكندريه ولا يكون؟ خلاص اوكي، احنا دلوقتي هنا ماشي، احنا دلوقتي هنا. تمام. انا تراب الماس، مع ان تراب الماس مش الفيلم اللي انا كنت استثمر ان انا احطه في ال 16، بس هي فوضى. بس ما تراب الماس مشكلتي الوحيده معاه، وهي مشكله وحيده فعلا يعني، وهي مشكله متكرره في كتير من افلام احمد مراد مع مروان حامد، هو انهم لما بيقدموا اداه ذكيه لحل بعض المواقف داخل الافلام بيستهلكوها لغايه لما بتنشف منه. المجافن بتبقى هي الفيلم بتاعت السكر، مش هنخلص منها. هو الفيلم طبعا على طول. هو الفيلم. واحد يقع بلسانه بكلمه انا ما قلتش اللي انت قلته ده، بس خلاص هقعد العب فيها 5-6 مرات جوه الفيلم. نفسي يبقى فيه جيمكس اكتر من كده تتلعب جوه الافلام، لانه تراب الماس فيلم ذكي جدا، حلو جدا، صراع الشخصيه تتواصل معاها. اسر ياسين قدم اداء رائع. مشهده في المستشفى لما كان بيقول لعمته انت بتحكي بتعيطي ليه؟ I lose it في المشهد ده دايما. المشهد ده لما بيقرب وانا قاعد في وسط ناس ولا بتاع باخد جنب، لاني انا فعلا بنفعل جدا معاه يعني. وتراب الماس ده حقق انجاز مبهر شخصي بالنسبه لي. ده الفيلم العربي الوحيد اللي اسامه ابني قاعد يتفرج عليه بجد يعني. ده فيلم، الفيلم اشتغل وهو قاعد. اسامه عاده تشغل فيلم عربي هو مش هيقعد يعني. فيلم عامه الا افلام قليله قوي هو مش بتاع سينما. وبعدين لما تراب الماس اشتغل، هو جذبته الصوره، جذبته الشخصيات، جذبه العالم اللي الدنيا بتدور فيه، الحكايه بتاعت الباك جراوند بتاعت الحكايه ديت، وبعدين نقلها للموضوع ده هو قاعد. وبعد كده ابتدى يتعرض لشويه محتوى جريء هو صراحه سنا ما كانش المفروض يتفرج عليه. زي الكلام ده هو بيقول لك واو، هو في السينما المصريه ممكن يعملوا كده؟ انا ما صدقتش ان هم عندهم الجرأة ان هم يعملوا حاجه زي دي. ودي اليونيكنس بتاعت مروان حامد الصراحه، ان اي ان اغلبيه افلامه بتتفرج عليها تحس اللي هو طب ما احنا ممكن نعمل حاجه حلوه. صح فاهم. تراب الماس انا بالنسبه لي دي برده اقوى روايه لاحمد مراد.
كرواية. ما قريتش رواية. دي أحلى واحد أنا أكتر واحد استمتعت بيها في كل كتب أحمد مراد. وفاكر طبعا القصه بتاعت ان هو كان هيتعمل احمد حلمي ومحمود عبد العزيز حوار وكان قضايا وحوار, بس الفيلم اوفرول عن هي فوضى. انا هختار تراب الماس عشان هي فوضى في 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 حاجه انا ماشي 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 اوكي. لا بس هو هي فوضى لازم يتحط, انا لازم ماشي. انا بالنسبه لي ان هو لازم يتحط برضه. هي فوضى انا بالنسبه لي في تاتش يوسف شاهيني كده انا ما بحبوش. ما بتحبوش؟ ما بحبوش. انا بقول لك التاتش دوت هو اللي عجبني في الفيلم. لا في تاتش ما بحبوش اللي هو حته الافوره سيك, عارف اللي هي بتاعت اللي هو مثلا لما قفش وخالد صالح في الاخر لما جريوا عليه وكلهم بيجروا بطريقه حاجه يوسف شاهيني كده بحسها بتبقى اللي هو جو بتاع مثلا فيلم المصير هاني سلامه اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى افوره زياده دي حسيتها أنا شويه. انا بحب الحاجات دي. انت بتحب دي؟ انا ما هي هي اراء نوعا ما هي اراء هي 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 اراء انا انا الحاجات هي بصمه الهستيريا بتاعت المخرج على الشخصيات بتاعته بحبها. انا 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 دي الحاجات دي ما بحبهاش في يوسف شاهين صراحه. بس اوفرول انا تراب الماس. منى شلبي ما اتكلمناش عنها. اياد نصار كان خطير برضو. طب منى شلبي موجوده هنا ولا اه؟ منى شلبي موجوده فين؟ في منى شلبي موجوده هنا فين؟ موجوده هناك كده كده رضا. في حاجه تانية هنا كانت موجوده كده رضا وخرجت يعني بس تراب الماس رز. تراب الماس اوكي. وبكده نتخطى دور ال16 وفي اجراء تكريمي للافلام اللي خسرت معانا وهي كلها افلام محترمه كلها والله ستبتعد عن المنافسه مره ثانيه. احسن افلام مصريه من بعد سنه 2000 عشان ما حدش يكتب بقى عرض. وقلنا في شويه افلام معلش 6 7 8 على سبيل المثال انا ارتكبت الذنب اني لغايه دلوقتي ما شفتوش فمعلش حاجه زي كده يعني حصلت ومش انا بس. وهم لو يعترفوا كمان يبقى كويس بس هم مش هيعترفوا. انا اتفرجت. لا انا اتفرجت عليه. لا مش بتكلم على ده بالتحديد. اوكي انا اتفرجت على شيء. الكوارتر فاينل. انت قلت لي على فيلم غريب جدا وعايز اعرفه ده ايه اللي كان ايه. انا وانت ما عرفناهوش. انتوا مش عارفينه من اصله صح؟ أيوه. اوتو فار. لا اوتو فار ده انا شفته. لا حاجه ثانيه ما اعرفش. حاجه بنفسج مش عارف بنفسج اخضر يابس. اخضر يابس ما شفتوش ده خالص. هو اصله فيلم مستقل تحت الرادار كده. انا في فتره كده كنت بحضر فيها مهرجانات وكلام زي ده وبتاع فشفت الانتاجات العربيه مش المصريه بس اللي في الاغلب ما بتاخدش عرض سينمائي ولو خدت عرض سينمائي ما حدش بيهتم بيها وما حدش بيتفرج عليها. منها فيلم زي اخضر يابس, فيلم زي سعاد, فيلم زي ريش مؤخرا. حاجات مش هقول لك ان هي رائعه الجمال بس تثير الجدل يعني تتفرج عليها وتخرج نقعد نتكلم فيها اربع خمس حلقات لانها غنيه جدا. اخضر يابس دوت بيتعامل مع تيم من اصعب ما يمكن انك ممكن تتخيلها. ان هقول البلوت يعني مش قضيه ان هي فتاه في سن معقول لسه ما اتجوزتش بس من الهم بتاعها شي وينت يعني ما بقاش بتجي لها الدوره بتاعتها يعني. اوكي يس. هو ده بتاع بسمه؟ لا مش بتاع بسمه تاني. كان اللي كانت دايما بتدور كانت حد تاني. اوكي. فالثيم جريئه جدا. وبعدين اخرج بقى من المصري واتفرج على العربي يا نهار اسود. يا نهار اسود على اللي بيحصل في تونس, يا نهار اسود على اللي بيحصل في المغرب, الحاجات اللي بتطلع من فلسطين, الحاجات في بلاوي ما تاخدش فرصة عندنا وما تتشافش. ايوه بس انت قلت لي مصر بس حاجات مصر. ما انا عارف ما لا ما انت كان ليك شويه ترشيحات على المستوى العربي بس حتى بقول لك على الحاجات اللي تحت الرادار بقى في العربي. في فيلم فلسطيني اسمه واجب انا ممكن اقول ان هو افضل فيلم في اخر 20 سنه واحنا مريحين على المستوى العربي كله يعني. أوكي. حاجات زي كده. ف دور الثمانيه. دور الثمانيه نبتدي من الناحيه دي عشان دول بقى لهم كتير ما لعبوش. المواجهه دلوقتي بقت صعبه على الناصر لانه هيواجه ابراهيم الابيض. اوكي الناصر ضد ابراهيم الابيض. اوه انا مش هتكلم. انا مش اول واحد هتكلم. لا مش اول واحد هتكلم. انا قبل ما نبتدي تصوير كنا بنعمل تيست هنا كده وميشيل حد من فريق محمود كان دخل معانا في النقاش وعملنا مناقشه حلوه جدا على ايه هي ابعد نقطه الافلام الكوميديه ممكن توصل لها معانا. ويعني النقاش ما كملش لان احنا اصلا كنا بنتست الكاميرا والمايك ما كناش بنتناقش قوي يعني بس المناقشه كانت حلوه جدا. فانا هرجع للنقطه دي وانا بفكر ان يمكن الكورتر فاينل بتاع افضل افلام مصريه في اخر 20 سنه هما تكون ابعد نقطه ممكن الفيلم الكوميدي يوصل لها. لو كان فيلم كوميدي خالص ما فيهوش وراه اي تعمق لان قصه الناظر بعيدا بقى عن الافيهات الكتير والانسامبل والانجاز والكالت والحاجات ديت كلها هي حدوتها
You're killing me man. انت بتموتني. هي حدوتة المستحيل اللي بيتحقق، رحلة البطل اللي بيرجع وكل الظروف بتقف قدامه من خلال عدد من المواقف الكوميدية لغاية لما يحقق اللي كان مطلوب منه. ده على مستوى القصة عبود ممكن يكون اقوى شوية. عبود على الحدود؟ اه. ما نزلش سنة 2000. ما انا عارف بس بقول لك يعني حتى في الحتة دي هو الناظر اخلص تماما للكوميديا بتاعته. فانا انا انت الناظر ولا سعيد عموما؟ سعيد في الجامعة الامريكية ولا الناظر؟ لا صعيدي علشان ده الكالت بتاعتي انا. اوكي. صعيدي في الجامعه، صعيدي في الجامعه الامريكيه انا كنت في الجامعه وكنت في سنين التخرج وفي الكلام ده كله، فده انا حضرت الكالت، كنت جزء من الموفمنت. الناظر لا انا شفته يعني كنت ببص عليه، مش ما كنتش من الفئه العمريه بتاعت السينمات قوي في الوقت دوت، فاهم؟ اوكي. فانا ابراهيم الابيض، ابراهيم الابيض وابعاد الملحمه ومحمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز عمرو كده 10. الرجاله دي مش تمام يا ابراهيم. فين الكيسيه؟ هات الكيسيه. هو صراحه صعب ان فيلم كوميدي يتقال عليه ان هو احسن فيلم كذا. دي صعبه عامه في الافلام عامه، لان في الاساس لما انت بتيجي تعمل فيلم كوميدي في الاساس اول حاجه بتكون عايزها ايه؟ مش ان انت تحكي قصه، ده بالعكس، ان انت تحكي قصه ممكن تكون سكندري او في المرتبه الثانيه الثالثه مش مهم، بس بيكون الهدف الاساسي ان انت تضحك. الناظر بيعمل ده جدا، بيعمل الحاجه اللي فوق اللي هو بيخليك تضحك، بيخليك تنبسط، بيريحك. اريحك. قول 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 قول، ما تخلينيش اعمل القرار ده. قول قول انت، قول بس انت ابراهيم الابيض وخلاص. قول يا عم، مش عايز اقول ان انا اختار الناظر. ما كده انا مش عايش انت. السوينج بقى معايا المسؤوليه. لا هو يعني هقول ابراهيم الابيض ليه؟ لان انا عايز اكون صادق مع نفسي، تمام؟ عايز اكون صادق مع نفسي. الناظر من احسن الافلام المصريه اللي اتعملت في التاريخ، تمام؟ بس ابراهيم الابيض برضو من احسن الافلام المصريه اللي اتعملت في التاريخ، بس كفيلم كفيلم كفيلم، تمام؟ كفيلم نقطه ابراهيم الابيض، لان الناظر فيلم كوميدي قبل ما يكون فيلم بيحكي قصه. ابراهيم الابيض هو فيلم بيحكي قصه وملحمي. يعني هو كل لو احنا عاوزين نقول ان الفيلمين حققوا الاهداف اللي كانوا عاوزين يوصلوا لها، فبكل تاكيد الاثنين نجحوا. وما بقللش من قيمه هدف الكوميديا انك تضحك الناس. ما ياما شفنا افلام كوميديه وما قربتش من القايمه ديت، ولا حد فينا حطها في الاستثناء من الاساس، رغم ان هي السمه اللي ممكن توصف بيها انتاجات السينما المصريه في اخر 10 15 سنه. كوميدي بنسبه 60-70% وبعدين شويه افلام ثانيه، صح؟ فانا ما بقللش من قيمه ده، بس الاهداف اللي ابراهيم الابيض كان بيحاول يحققها اصعب بكتير برضه. اه طبعا. يعني انا النظر اخترت كل ده، ما بنتكلمش في الاكشن. اساسا انا المشهد الاولاني ده عبقري. اكشن سلاح ابيض. ايوه يا لهوي، خطير. هو هيحضركم اصلا ان السينما المصريه عملت قبل كده فيلم اكشن سلاح ابيض؟ يعني سواطير ومطاوي وكذلك ومعرفة. لا ويدي له في وشه كده ويعمل. لا يدلو على نفسه. ابراهيم الابيض. ابراهيم زفلط. ابراهيم الابيض. ابراهيم الابيض يزفلت نفسه الى قبل النهائي منتصرا على الناظر. يا لهوي يا لهوي. قولوا له باي باي محترم. احبك يا ناظر والله. احمد حلمي يواجه احمد حلمي. اها. اسف على الازعاج يواجه عسل اسود. اسف على الازعاج بس خلاص مش هقول اي حاجه. ماشي. ماشي. برضو عايز اكون صادق مع نفسي، عايز اكون صادق مع نفسي. خليك صادق. تمام؟ اكون يعني صادق مع نفسي. اسف على الازعاج كقصة فيها زي ما بتقول لايرز، طبقات. اسف على الازعاج فيه لايرز اكتر. حلو؟ صح. عسل اسود، عسل اسود. ما ينفعش الفيلم عسل اسود يكون فيلم وحش. ليه؟ لان كتير بيقدر يتعلى عليه. وصراحة دي لازم اعترف بالموضوع ده، ان برضو عسل اسود بيستخدم بعض الحيل، بعض الحيل اللي شويه رخيصه. تمام. شويه رخيصه من ناحيه ان هو ايه، ان هو برضه عايز. وانت ذكرت الموضوع ده اللي هو لا في اخر الفيلم هرجع مصر تاني يا عم ماشي، حلو ان انت تحب بلدك كل حاجه، بس هو وان فيها حاجه حلوه هم ما عرفوش يوصفوها من اول فيلم. فهو زود اللعب على الحته دي شويه زياده في الفيلم. تمام. فماشي، فيلم كوميدي ضحكني وكل حاجه. اسف على الازعاج تجربه نفسيه، عسل اسود تجربه اجتماعيه. ماشي. فهم اللايرز، فكره ان العسل الاسود ما فيهوش نفس عدد اللايرز اعتقد ان هو مقبول. تمام. فلو نحدد، لو نتكلم، انا اقول هميل اكتر لاسف على الازعاج، هميل سنه لاسف على الازعاج. أوكي. كفيلم متكامل اكتر. وهرجع اقول لك، انا لو النهايه كان رجع امريكا كان عسل اسود كسب.
الناس ما بيعملوهاش. حتى لما تفكر في الافلام الامريكانيه لازم في اخر لحظه يرجع. اصل صراحه لا لا من ناحيه القصه اللي عسل اسود بيحاول يحكيها. شفت الموسم الثالث من رامي؟ لسه انا شوف في حلقه من الحلقات بيعالجوا الموضوع ده ونوعا ما بتحس ان هم بيقولوها بشكل مباشر للمشاهد، بس في ثانيه انت فهمت الرساله اللي عايزين يوصلوها لفيلم عسل اسود حاول يوصلها قبلها بكم من سنه. بس انا اتعلقت بيها اكتر من مسلسل زي رامي، فانا عارف الرساله، عارف المورال اللي عسل اسود عايز يوصله، هو بس الطريقه اللي توظف بيها ما خدمتوش قوي. تمام يعني علشان بس الحاجه المكان اللي هتحكي بيه انت لازم تركز اكتر على المواقف، على واللي انت ما حدهولي طول الفيلم والسبيتش اللي في الاخر قلتها ليوسف داوود، فاهم؟ كل حاجه غلط. كل حاجه انت ابتسام ده بس الكلام برضو كان احلى يفضل مش متقال. كان يتفهم. انا صراحه انا مع النقطه دي ان احلى يفضل انا اللي افهمه مش انت اللي تقوله. اوكي تمام معاك في دي، تقولها بشكل مباشر دي لا، انت كده ما بتستخدمش ده، ما بتستخدمش الصوره، انت بتستخدم بس كلام عشان تقوله من غير ما تستخدم السينما اسهول ككل حاجه متركبه مع بعض، دي ما تخدمش الفيلم. بس يوسف داوود برضو كان لازم يقول الكلام اللي هو بس ده احمد حلمي ثاني. ايه اللي حصل في اخر اسف على الازعاج برضو لو تسمحوا لي؟ اوكي لازم everything you come together، لازم كل حاجه تترست، لازم كل المشاكل تتحل. بس اسف على الازعاج انتهى بفريز فريم، ذاتس ايبك. عسل اسود اخر شوت فيه احمد حلمي وهو ماشي عند سور مجرى العيون وبعدين بيشوف حاجه وبيدخل لها، ده من اجمل المشاهد اللي شفتها في الفيلم. ده اخر مشهد في عسل اسود. يس عسل اسود بعد ما بعد ما الكريدتس مع الكريدتس وهي بتشتغل بنشوف احمد حلمي وهو مصور. شفتوش ما بتكمل؟ ايوه الكاميرا وماشي عند سور مجرى العيون وبعدين فجاه مع الاغنيه وهي شغاله بتاعت فيها حاجه حلوه بيشوف حاجه كده جوه السور بعدين بيبحلق وبعدين بيروح داخل وبعدين بلاك فريم. اي لافد ات. اوكي انا وعلى فكره هي بتجستيفاي شويه حته النهايه. احنا دايما بننسى ان هو فوتوغرافر وان هو اللي لقاه هنا something else اللي هي الحاجه وده الاكس فاكتور اللي موجود عند الفنانين. اوكي انا بعتها حلو قوي رغم ان انا شخصيا مش شاريها قوي. يعني انا موافق على اسف الازعاج الحقيقه، بس عسل اسود يستحق هذا المستوى من الاحترام اعتقد. لا لا اكيد 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 هم كل الافلام دي تستحق الاحترام الصراحه، بس يعني انا اسف على الازعاج. احمد حلمي صراحه احمد حلمي احمد حلمي اسف على الازعاج الف يفوز. حلو كده ابراهيم الابيض يبدو انه هو بيضمن مكانه في النهائي. هنشوف فيلم ثقافي قصاد بحب السيما. فيلم وسيما هيبقى هاي. اوكي وات فيلم ثقافي ما فيهوش حد نعرفه زي يوسف اصلا. والله انا لسه اول حاجه زي كده اللي هو مش عارف هل هيكون فيه بايسيز داخل من ناحيه اي بايس من اي نوع. اوكي انا اتكلم صراحه على الفيلم الثقافي ان انا شخصا انا ام نوت بايس، انا اطلع من بره كده ماليش ستيك في اللي بيحصل هنا. انا عارف ان انا اتكلمت كتير على قد ايه انا بحب فيلم ثقافي، وانا كشخص لا احب التشايلد اكترز باي شكل من الاشكال. لازم برضه اقول زي ما انت قلت ان بحب سيما في واحد من احسن الاداءات لممثل طفل في فيلم. تمام وفيلم جريء وفيلم بيتكلم على اقليات، فيلم بيحكي قصصنا الناس اللي بتحب السينما. بس فيلم ثقافي ده فيلم ثقافي ما ينفعش احكم عليه زي ما حكمت على فيلم الناظر. فيلم ثقافي مش فيلم كوميدي. فيلم ثقافي مش فيلم كوميدي واقف، لا فيلم ثقافي فيلم كوميدي كوميديا سوداء مظلمه قوي كمان. يعني فيلم سيلف اوير، فيلم يقدر بكل بساطه في اخر مشهد كده يبصوا لك في الكاميرا ويغمزوا لك اللي هو احنا عارفين انت بتفكر في ايه وفاهمين ان انت فهمت الحته ويسرى تطلع في اخر. فاللي هو في حاجات جامده جدا حصلت فيلم ثقافي، وانا اقدر اقول الحجه ان فيلم ثقافي فيلم ملحمي ويقرب في الملحميه بتاعته مع فيلم ثقافي. انا يعتبر رود تريب موفي صح؟ ما هو بالظبط هو فيلم ثقافي يتقارن مع ماد ماكس. انت عندك هدف، عندك ميجافن ولا بس حبيت اعمل كل ده لا بس فيلم ثقافي ايوه هو بادي كاب موفي وبرضه هو رود تريب موفي. بس مش بادي كاب، انا قلت بادي كاب ليه؟ عارف انت الكلام اللي انت بس ده بتقوله بتتكلم على اي فيلم. هو فيلم رحله الشباب دول يكتشفوا نفسهم ومعهم ويوم واتقفل على انا كنت لسه مستدعي الفيلم كنت هاوس اوف ذا دراجون يعني ميني سبوتش قوي يعني. لارس في الحلقه اللي فاتت لما كان بيقول عايز عينه وجيب لك عينه انا تريقت عليها في الاخر بيقول لك عاوز اثار اجيب لك اثار مخدرات اجيب لك مخدرات وبعدين جه في دماغي في معسل اجيب لك معسل لا ده بقى
انت لما بتفتكر مثلا دلوقتي افتكرت لما دخلوا اللي هو المجمع الاسلامي ده بالظبط يا تفتكر مليون حاجه لما دخلوا الكنيسه لما راحوا البيت امه ماتت لا والرياكشن مش مشهد الكنيسه دوت ميم انا ما بشبعش منه يعني الرياكشن بتاع احمد رزق يعني حاجات بسيطه جدا لو مثلا لما بيسال على بيكلم كان اسمه ايه مش فاكر يعني بيكلموا بيسالوا هو الفيديو على تشانل رقم كام وهو في جلسة ابوه بيقول له مش عارف ايه قال له انت بتعيط ليه هو في حاجه تانية حصلت ولا ايه لا حاجات بسيطه جدا ماشي اي باي ذا كيس فيلم ثقافي فيلم ثقافي كالت والله جود جيم يوسف حبيبي يوسف لا تعال نرجع نسيت يوسف صح المواجهه الاخيره في دور الثمانية سهر الليالي يواجه تراب الماس انت هتنقلب على تراب الماس دلوقتي انا اتحمقت قوي في الاثنين ها بس انت هتنقلب على تراب الماس دلوقتي انا حاسسها جايه شو سيبها لا 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 تعرف ايه اللي انا اضمنه ان ولا واحد من دول هيفوز ده اللي انا اضمنه لك ان الخناقه ان الخناقه هتكون ما بين الثلاثه دول ماشي بس اللي انا اضمنه ان ولا واحد من دول هيفوز هل انت هتعرف تنام بالليل لو انت قلت ان فيلم تراب الماس هو احسن فيلم اتعمل من سنه 2000 عادي خلص انت جاست سينما لا اتس نوت جاست سينما شوف احنا قاعدين نتكلم دي على فيلم ثقافي اوكي ها قول لي تصدق انا دلوقتي نسيت انت متوقع مني ايه انا متوقع منك صراحه ان انت تقول سهر الليالي ان اقول سهر الليالي لا مش متاكد ما تقول انت طيب انا هقول سهر الليالي بحبه اكتر لا انا حسوينج انت سوينج انا صراحه ده لو في حاجه تسوينج يعني. انا صراحه اقول سهر الليالي اميل لي اكتر ان انا متعلق بالفيلم ده اكتر في الوقت الحالي لان بعد ما كبرت بصيت على الفيلم ده بشكل تاني وفهمته بطريقه تانية وتعلقت بيه اكتر تراب الماس فولو اب حلو للفيل الازرق فولو اب حلو للاكسبيرمنت الجديده دي بس ما اظنش ان هو ساب البصمه الكبيره دي في السينما المصريه مقارنه بافلام تانية هو لو ما بين تراب الماس والفيل الازرق مين اللي يكسب انا صراحه هقول الفيل الازرق طبعا انا قلت تراب الماس لا انا مش شايل ضغينه قوي في ان انا كسب سهر الليالي لان اتحمقت للاثنين فمش فرقه خلاص بس انا هطلع تراب الماس وهو مع الفوت بتاعي مش هطلعه على 3-0 اوكي يا الله سيمي فاينل نبدا هنا يلا ابراهيم الابيض تعالوا بس نفتكر مين الاسماء اللي معانا احمد السقا ومعانا انصمبل وانصمبل معانا اسف على الازعاج معانا 2 احمد حلمي بشكل او باخر من هو ما ينتميش قوي هنا معانا مروان حامد حاجه معانا هاني خليفه محمد امين اعتقد محمد امين يس اسف على الازعاج مين تخيلي خالد الحلفاوي خالد الحفاوي لا خالد الحفاوي اصغر من هو الحفاوي ده انا متاكد علشان عيد خالد مرعي اللي عمل خيال مآتة انا اسف هبدا الحكايه دي بقشوله في المونتاج ابراهيم الابيض ضد اسف على الازعاج نبدا هنا ابراهيم الابيض ضد اسف على الازعاج انا عارف ما دي هيقول ايه انا هقول ابراهيم الابيض ما هو اصل ده مش موضوع سهل يا جماعه ده احنا كل شويه كل ما يخش في مواجهه نكتشف حاجه كسب اللي قبلها من غير ما نجيب سيرتها يعني هو في الاول اول مباراه تقريبا كسبها بمحمود عبد العزيز بس يعني من غير اي حاجه تاني مواجهه افتكرنا الاكشن وافتكرنا انه اكشن صلاح ابيض ده جانجز اوف نيويورك بتاع السينما المصريه بروفايل الشخصيه ممثلين ما بكون يعني ممثلين السيد رجب محمد ممدوح كانوا موجودين دي الحاجه كده دي الحاجات اللي هي كده يعني اكبسها بون لا انا الفوت بتاعي لابراهيم لبيت انا متاكد بس ركز كده مستهدى بالله انا قلت كده يا الله يا اما احمد حلمي يطلع بره الريس يا اما احمد السقا يطلع بره الريس هما اللي وصلوا له مش شويه ابراهيم الابيض مين اجدد فيلم في دول اسف على الازعاج اسف على الازعاج او ابراهيم الابيض مش ابراهيم الابيض 2009 اوكي اسف على الازعاج قبل كده
2008 2010 2011 2008 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 2
اهو. ابراهيم لوبي كام؟ 2009. 2009 يعني اجدد فيلم هنا 2009. ده 2000 في ماشي. انا قريبه بس مش ذات كلوز. يا ده موضوع والله ما قصدناه، مش قصدينه خالص. بقالنا كتير يا جماعه، بقالنا كتير. ساعدني ما ساعدني ساعدني. قلبي عمال بيقول لي اروح مع اسف على ازعاج، بس عقلي عمال بيقول لي ابراهيم الابيض. هو العقل يقول كده والقلب يقول كده. ما بالظبط، ما مش عارف والله العظيم ايه بالظبط كده. انا هختار العاطفه، انا هقول اسف على ازعاج. اوكي، برغم ان الفيلم التاني فيه عناصر اقوى بكتير واحلى بكتير معاك، بس كل العناصر يعني حتى الحاجات اللي بيتميز بيها اسف على الازعاج بعيدا عن الجزء بتاع الصراع النفسي هي موجوده في ابراهيم الابيض وموجوده افضل. تمام، يعني عشان كده انا اقول لك انا اجابتي دي عن وهنت صبري في الفيلم بتاع ابراهيم الابيض مان. ده ولا دي ما جبناش سيرتها كده بالشكل بتاعها كل حاجه التفاصيل وكل حاجه. انا عارف جماعه ابراهيم الابيض على فكره حنان ترك دور هي طالعه في الاول فيلم خالص. صبري فواز مش كان ابو صبري فواز صح؟ تهيأ في المشهد مشهد صدم ابن لذينه لما بلاقي ابراهيم الابيض بستنى البتاع ده يخلص وبعدين اقعد اتفرج. ابراهيم الابيض على فكره فيلم تروماتايزنج، انا ما بحبش اتفرج عليه. والمفاجاه بقى ان انا لما دخلته سينما ده من الافلام القليله اللي انا نمت فيها. ابراهيم الابيض ارتحت للدم لا انا كنت دخلته كان فتره، هو انا فاكر ان هو نزل في عيد، فكان كنت قاعدين مع اصحابي مش عارف ايه، رحت الساعه 3 الصبح. كانت السينمات اللي هي كانت بتبقى الساعه 3 الصبح، انا ما كنتش قادر. دخلت لما دخلت تاني بقى عجبني جدا، بس كنت خارج من اللي هو بعد النومه دي قلت فيلم يستاهل قوي يعني. بس اهو وصل معانا بعد بعتني بكام يا صاحبي؟ بعتني بكام يا صاحبي؟ انت دي طلعتك دي. لا هي حاجات صغيره. تعالوا ننتصر لحاجه قبل اي حاجه. مين يوافقني ان احنا مش موافقين على فكره الميمز والترياقه اللي كتير منها في محلها، اللي طالعه على احمد السقا، اللي في ناس تجرأت وتمادت فيها شويه لانه ما بيعرفش يمثل. لا لا كمان لا، لان لا اتفق مع ده، لا اتفق مع ده خالص. احمد السقا في تاريخه ما يثبت ذلك، حتى لو كانت الحاجات اللي هو اختارها لنفسه ووضع نفسه ليها مؤخرا صدرت سمعه اخرى او صدرت انطباع اخر. فلا انا شفت الراجل ده في البرايم بتاعه، الراجل ده ممثل جامد وده كان البيك ده. دي بقى مشكله جيل، في مشكله جيل اللي هو الجيل اللي هو بيبقى طالع شايف الوحش بتاع الراجل ده، فبالنسبه له ده انت اوريدي اساسا وحش بقى، فما يعرفوش الراجل ده الامباكت. نخلق الراجل ده ايقونه في تاريخ السينما، نخلق انطباع على تاريخ حد معين لمجرد انك ما شفتش غير شويه حاجات كده ولقيت الميم راكبه فانت عايز تعلي عليه. بالظبط. لا انا ضد يعني حاسس ان الموضوع كان بيضحك في الاول، بعد كده افورت قوي 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 الفتره الاخيره. انا اروح مع عقلي ابراهيم الابيض، اكتر حاجه منطقيه، اكتر حاجه منطقيه. اوكي، فيلم اكتر، فيلم اكتر. شكرا. صح، اسف على الازعاج. ينسحب من قبل النهايه. قبل النهايه يا جماعه. ايوه بس لا انا على فكره ما كنتش مستبعد ان هو يوصل للحته دي خالص. ابراهيم الابيض خلاص دخل النهائي. ابراهيم الابيض وصل النهائي. فيلم ثقافي وسهر الليالي. فيلم ثقافي وسهر الليالي. فتحي عبد الوهاب وصل سيمي فاينل. شفت بقى. واو. انا هقول فيلم ثقافي. أنا ان فيلم ثقافي وصل فاينل دي برضو، وعلى فكره برضو ما كنتش مستبعد يعني سريع. يعني ثانيه هو صح، انت معاك الفيلم ده هو نفسه يعني. انتوا عارفين انا انتمي لايه؟ بس ده 3 ساعات ده في سلمى حي. هي شبه سلمى بس يعني انت عارف انا ولاقي رايح لفين. انت عارف انا ورايا رايح لفين هنا. انا فيلم ثقافي ده مش دي الترجمه اللي بتاعته فيها صفر الصفره. لا لا مان مجلس الشعب يطلع عليها مجلس. انا فيلم ثقافي. اي لاف ات. والله انا افتكرت اصلا يعني ال- 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 النكته بتاعت انا في الاخر شريط يطلع عليها مجلس الشعب. ابوك سجل عليها مجلس، ابوك يسجل مجلس الشعب اصلا. يعني اللف والدوران ده كله عشان خاطر فيلم الاسماعيل ياسين؟ اكيد ثقافي. سهر الليالي. جود جيم. كامل الاحترام لوصوله للسيمي فاينل. سهر الليالي لعب لعبه جيده. الف فينالي. انا هركن دي بس على جنب عشان مش عايز اسمع سيكه بس على اكتر من كده. الخناقه الاخيره دي لا.
عشان الانصاف بس. فيلم ثقافي يواجه ابراهيم الابيض. تعالوا انطباعي من حاجه قريتها من ارائكم عموما حتى الان وتعالوا نتفق عليها لغايه دلوقتي. ابراهيم الابيض احنا بنختاره لتفوقه مش لاي اثر سابه فينا. يعني احنا مش حابين ابراهيم الابيض. كشخصية ولا كفيلم؟ الشخصية، المجتمع، الحدوتة، الرحلة. وده مقصود، انت مش شايف فيها. الله ينور عليك. ده مقصود، ده مقصود زي ريش مثلا. هو الفيلم اللي تمقطه بس تحترمه. انا مش عايز، انا مش هبص لابراهيم الابيض على انه هيرو ولا انت هيرو ولا اي حاجه. لا، هو شخص وحش، هو الفيلن بتاع العالم ده والعالم كله. ايوه بالظبط، العالم كله وحش. العالم كله من اوله لاخره سيء، والمناظر واللبس واللبس كله. هو لما ينفرك لهذه الدرجه، لما توصل لدرجه. انا في العيله عندنا، اتصور اختي كانت عدت على الفيلم وهو شغال، يعني اتصدمت جامد. هو ده ايه ده؟ طب انا بتفرج على ايه؟ ايه رايك في المقوله بتاعت انتوا ليه على طول بتتكلموا على محمد رمضان واحمد السقا؟ طب ما ابراهيم الابيض اهو. انت عارف المقوله دي؟ طبعا. انا مش عارف المقوله دي الصراحه. اللي هي بتاعت اللي هو انتوا بتنتقدوا محمد رمضان بس عشان محمد رمضان عمل دور البلطجي وبتاع. لا، محمد رمضان مش عامل دور البلطجي، محمد رمضان عايش دور البلطجي. ده الفرق. احمد السقا عمل دور البلطجي وعايش دور صاحبه واخوه واجدع واحد في الدنيا والحاجات اللي انا عارفينها دي. فده دور غير الدور، يعني ده دور انت تبص عليك مان يا دود، يعني مش للدرجه دي، بس ما فيكوش حاجه وحشه. لكن التاني لا، انت وعلى فكره يقول لك ايه، افسد اجيال ومش افسد اجيال. يا جماعه لا، الافلام ما بتفسدش اجيال، الادوار اللي بتعملها ما بتفسدش اجيال. الرساله اللي انت بتدافع عنها وشخصيتك العامه، شخصيتك الفنيه اللي انت بتعكسها على الواقع بتاعك، هي اللي ممكن تاثر على اجيال. واحنا شفنا بعنينا يمكن اكتر من ناس كتير هوس الناس ببعض النجوم بيصل لاي درجه، لدرجه انت ممكن ما تصدقهاش. لما تلاقي واحد شاف نجم بيحبه وبتاع يقول انا كان حلم حياتي اشوفك. انتوا اكيد شفتوها كتير، سمعتوها كتير. دي كلمه بتخوفني قوي. انت عارف يعني ايه حلم حياتي اشوفك؟ والناس بتقولها بصدق شديد جدا، وتبقى على وشك انها تعيط علشان شافت النجم اللي هي بتحبه. دي حقيقه. يبقى الراجل ده انت متابعه لاي درجه؟ يبقى الراجل ده بيأثر على افكارك لاي درجه؟ مليون في الميه. مش بس الافلام، مليون في الميه. طبعا انا معاك في كده، وشايف ان ما ينفعش اساسا نقارن ابراهيم الابيض باي فيلم من البلط، ما يقارنش باي حاجه اتعملت من سواء. مش سيبك، بس انا اقول ان هو بدا الجانرا دي، هو بدأها. هو بدأها. هو عرف الناس، عرف الناس اللي بتعمل افلام في مصر ان في جمهور مستعد يشوف. والمشكله انك انت لما بتبتدي الجانرا دي بتبقى احلى حاجه، مفيش حاجه تانية بالظبط نفس الليفل او نفس الحلقه. عشان هو في البدايه كان هدفهم في البدايه ان هم ما يعملوش ابلطجي موفي، لا كانوا عايزين يعملوا فيلم البطل بتاعه هو بلطجي، تمام. بس بعد كده الافلام التانية لفوها الناحيه الثانيه، هنعمل فيلم بطل. ما بتفوتش حاجه، انت هتشوف ده كله هتطلع قرفان منه. كده هو مش بطل. اقول يا ده انا عايز اقلد بتاع كله. ده مجرم، انت عارف ان هو مجرم، ما فيهوش حاجه في الجوانب الشخصيه. واضح جدا واحنا عارفين ده من واحنا بنتفرج على الفيلم. كان الموضوع ده فكرني بفيلم نيمفومينيا بتاع لارس فون ترير، اتعمل منه جزئين. كان موضوع من الجنس، وفيلم جريء جدا وصادم جدا وكل حاجه انت عايزها في الدنيا. وفي ناس كانت بتتكلم بتقول لك محتوى اباحي. كان عجبني تعليق الى احد النقاد، قالك محتوى اباحي، انت هتطلع من الفيلم دوت كاره فكره الجنس اصلا اساسا. هو مش بيقدم دوت علشان يخاطب غرايزك، هو بيقدم لك حدود. ده ينطبق فيلم ثقافي بقى. ريكويم فور دريم، من ناحيه المخدرات. ناحيه المخدرات الفيلم ده ممكن كتير فشخ، يعني شافوا الفيلم مره واحده بس بالنسبه لهم من اعلى واحلى الافلام بتاعت في التاريخ. من الافلام اللي بتضايقني برضه فيلم ثقافي. انا اختار فيلم ثقافي بعد كل اللي احنا قلناه. هتختار فيلم ثقافي بعد كل ده؟ انا اختار فيلم ثقافي. انا لا، استنى، ما تقولش انا مش عايز اكون اخر واحد اتكلم. وحاسس ان احنا دلوقتي لما ليه مش ابراهيم الابيض؟ انا بالنسبه لي انا عارف والله ان قلبك بيقول لك قول فيلم ثقافي، لازم فيلم ثقافي. انا بص، انا 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 واحد ممشيها كده من الاول على فكره، انا ممشيها بالكده بالعواطف يعني. لكن لو انا بتكلم بجد في فيلم وسينما وكل حاجه، ابراهيم الابيض طبعا. بس انا هختار فيلم ثقافي لان انا يكفيني الجمله اللي قلتها لصاحبي اللي لسه قايلها لك الاسبوع اللي فات دي، الفيلم الوحيد ممكن اتفرج عليه كل يوم.
ابراهيم الابيض مش هتتفرج عليه كل يوم، مش هتتفرج عليه كل اسبوع، وكتير هتشوفه في التلفزيون مش هتتفرج عليه اصلا. هو عاوز كده بالظبط. ايوه هو عايز كده، ودوت انا محترمه جدا. على فكره كتير من نقل ابراهيم الابيض ينطبق على فيلم ثقافي برضه، لان هو بيتناول حاجه صادمه وتضايق وتنرفز، وعارف انها مصير عدد كبير جدا من الشباب اللي بيتحولوا لمرحله الرجوله والامور دي كلها. وكونك عارف ان الفيلم بقاله قد ايه ولسه اللي فيه بينطبق لغايه النهارده، ولا في اي تعامل ولا اي تجدد في افكار الناس تجاه الموضوع ده، وادمان المحتوى الاباحي زاد ان لم يكن تفجر مع ظهور الانترنت والامور دي كلها. ده وعلى فكره، بقى. وعلى فكرة ده الوقت المناسب للجزء الثاني من فيلم ثقافي. انا شايف كده جدا مع الانترنت جداً. مع الكلام ده كله، مع اي حاجه في الدنيا. انت خدتوا بالكم من حاجه؟ احنا ما اتكلمناش عن موسيقى فيلم ثقافي مثلا. ايقونيه. الحته اللي انت قلتها في ان هو بيخليها تيستفول، بيخلي الحاجه اللي فعلا هي مثيره للجدل جدا الموضوع اللي بيعالجه، بس بيعرضه لك بان دي مش حاجه حلوه، دي مش حاجه تروح تقلدها، دي مش حاجه تروح تعمل زيها. فيلم ثقافي عمل ده بشكل عبقري، مع ان الحاجه اللي بيتكلم فيها حساسه جدا وطرح اغلبيه مشاكل المجتمع. انت بتبص على الناس دول هما بيقعوا في الموقف ده، ايوه انت هتضحك من جواك، بس من جواك انت هو مش موضوع تزعلان، هي موضوع مش هو. انا كنت هقول حاجه سريعه كده على الماشي، ان مش كل فصول فيلم ثقافي حلوه، بعدين وانا عمال اعدي عليهم فصل فصل. كل حاجه مشكله. فصل الوحيد كرينجي شويه اللي بتاع روبي واحمد عزم. يعني بس هما كانوا بيكوا كده، وبرضه كانت خطبه شويه، خطبه ورساله مباشره دايركت جدا وشويتين. بس لازم النموذج ده يكون موجود، الجود بوي النو تول يعني، كانت معموله مرسومه. انا لو اعرف حاسس ان الفيلم زي ما يكون حط المشهد ده علشان انتوا تسكتوا، لكن هو لو عليه بالنسبه لبقيه الفيلم هو مش عاوز يقول، وكان حابب يسيبك في الضلال. الميكروباص الزريبه الفرح الكنيسه الجامع الحاجات دي الماده العلميه اللي احنا نسينا اهم فقره بالنسبه لي، ذا داركست ابراهيم يوسف الله يرحمه. المشهد ده لما راح لجارهم الراجل الكبير اللي هو بيتفرج معاهم، اللي هو كانت ايده بتترعش، قال له انت انا مش مصدق ان انت في السن ده وهتفرج زيك، فاهم؟ قام قال له يبقى موت نفسك من دلوقتي. يا لهوي. بس الدخله بتاعت برايز يا جماعه، الدخله بتاعت برايم نظام بهايم. صبحي. لا انا برو ابراهيم الابيض يا جماعه، ابراهيم الابيض ما فيهوش حتى مرحله معينه وخرج عن مساره عشان يرضي حاجه وبعدين كمل. هو امتلك اللي هو عاوز يقوله من البدايه للنهايه، حتى لو ده هيضايقك اكتر. اي دونك انا لا هتون داون الدم، ولا هتون داون اللغه، ولا هتون داون علاقات الشخصيات ببعض، ولا هقلب واحد ملاك وهقدم لك منظومه كامله من الشخصيات السلبيه من البدايه للنهايه، حتى وانت عارف ان بطلنا فيها ضحيه، ولكن في النهايه هو تحول لده. كان فيلم ايه اللي شفناه قريب كان شبه كده؟ زفت دامر، يا نهار ازرق. مسلسل ايه رايك؟ صحيح ما علينا بعدين. ماشي. انا ما يفوت جوسبر ابراهيم. انا فيلم ثقافي. انا هقول صراحه انا ما اقدرش يكون محطوط قدامي فيلم ثقافي وخساره. ليه قبل ما اكمل ابراهيم الابيض فيلم كامل متكامل على بعض وكل حاجه وكل الكلام ده، بس كفيلم مصري وصل الرساله دي اللي بتخاطبنا احنا كلنا كشباب، خطبتنا في يوم من الايام، عامه احنا نقدر نتعلق بالقصه دي، بنقدر نضحك عليها، نقدر نحس بجوانا بالحزن، نقدر نتعلق فيها، نتكلم فيها مع اصحابنا، نقدر نعمل انسايد جوكس عليها لحد دلوقتي. لازم يروح فيلم ثقافي ساب فينجر برينت اكتر على الثقافه اكتر من ابراهيم الابيض. ربما ابراهيم الابيض ساب فينجر برينت او ساب بصمه اكتر في الصناعه سينمائيا، في الصناعه صناعيا، بس ثقافيا فيلم ثقافي بس ده مش هيغير الفوت بتاعك. لا هو البصمه الثقافيه بتاعتك مش كل حاجه في الفيلم. ما بالظبط بس احنا اللي احنا بنعمله الحلقه ايه؟ افضل فيلم مصري اتعمل في ال 22 سنه يعني. مثلا فيلم ثقافي ده مثلا لو نزل دلوقتي هو كانه بيتكلم عن مشاكل دلوقتي. انا بقول لك هو دلوقتي والفكره انا حاسس دلوقتي بالذنب ليه ان انا كده بتكلم بشكل وحش على ابراهيم الابيض. انا كلمت بشكل وحش على ابراهيم الابيض، انا عايز ابراهيم الابيض يفوز. بس المشهد الاخير اللي في ابراهيم الابيض ما عجبنيش قوي، هو بيتحرق وبتاع وقلب سلو موشن، انا ما كان بس اللي هو لا انا عايز اقول حاجه وحشه خلاص، فاهمني؟ بدور على اي حاجه اقولها وحشه. معاك في دي برضه حته سلو موشن. هو الامبوش، الدخول الامبوش الاخير ده كان لذيذ، اللي هو وهو في الازاز كده مره ومطلعين وبتاع، دي كانت صايعه.
تمام. بعد كده لما واللي حصل فيه وده كان الدعك بس يعني. الحلقه الاخر هو طلع لها عشان اللي هو خلاص عرفنا احمد سقا ان هو خرافي جدا ماشي، ما كانش لازم تروح الاكسترا مايل الزياده. آه دي حته برضو كانت احمد سقا اللي هو قال لك مش هستعين بدوبلير وانا اللي اتحرق واعمل، كان الاكسترا مايل ما كانش محتاج. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن سلبيه شويه الله يضربها على الريم الابيض، بس فيلم ثقافي تيكس اوله لاخره. واو. فيلم ثقافي يتم اعلانه. لا هو كسب، هو كسب 2-1. انا 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 الفوت بتاعي لسه عند ابراهيم الابيض. ايوه 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 بس برضه انا خسرت الفاينل ديبيت بس مش زعلان. مين اللي كسب في الاخر؟ فيلم ثقافي. قول مين اللي كسب. فيلم ثقافي هو مش متضايق. ايوه ايوه هو مش متضايق. لا انا مش متضايق خالص. اي هولد نو جراج بس انا حبيت الحاجات دي تخسر وهي معايا الفوت بتاعي انا عارف. وكلمه تخسر برضه بين 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 هلالين. اكتر فيلم من الافلام دول زعلتوا عليهم ايه يا جدعان؟ انا اسماء. اسماء من اول راوند. انا اشتباك من اول راوند. اشتباك من اول راوند اسماء تروح كده. بس في لزق، في لزق. هو كان قدام مين؟ مش فاكر. اسمع ازاي؟ اسمع ازاي؟ واسف الازعاج وصل اول ذا واي تو ذا سيمي فاينل. في اللزق اللي خرج من اول حلقه ده غريب قوي. طب لو انتم من بدايه الدنيا كنتوا شفتوا الحاجات ديت كنت تتوقعوا مين اللي هيكسب؟ كنت متوقعين ان في فيلم ثقافي هو اللي هيكسب؟ لا فيلم ثقافي على فكره فيلم ثقافي برضه يعتبر اندر دوغ ستوري ان هو مشي النازله دي من الاخر هو اللي هو اللي هو اللي فاز. انا كنت انا اقول لا انا كنت متوقع ممكن اللي انا بشوف بقى انا كان دماغي متسوحاني خالص وخرج من بدري. انا كنت متخيل ان عمارة يعقوبيان ممكن يوصل في السيمي فاينل. كنت متخيل يعني انا كنت متخيل اسف الازعاج برضه نفس الكلام ممكن. بس كان منطقي ان ابراهيم الابيض يا اما يمكت للنهايه يا اما يفوز. دي كانت دي كانت واضحه. الجزيره برضو ممكن مشيت مشيت بدري بدري. في اللسلة اول الحلقه دي كانت غريبه بس حلو حلو لافلي ستاف. ديبيت جميل يا اولاد. اي لاف ات. نورتوني ولن يكون الديبيت الاخير بكل تاكيد. لا يعني يا ريت بقى نعمل حلقات كتير بقى هنرجع لا وهنلعب دور ال 16 تاني ان شاء الله او هنلعب اسم الحلقه اللي الناس هتختارها. افتكروا معانا في الكومنتس وقولوا لنا رايكم في اللعبه ديت مين اللي كان يستحق يكسب. وما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القنوات. كمال نورتني جدا 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 محمود. نورتني جدا جدا وانا وكمال منورينك في الاستوديو بتاعك جدا جدا جدا. متشكرينك على الاستضافه. متشكرين للشباب اللي بيساعدونا واللي تعبوا معانا جدا لانتاج هذه الحلقه بهذا الشكل. الف شكر لحضراتكم جميعا. باي باي.